السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر خالد سمير بالفرقة الأولى جروب A كلاس 1، وهنشرح السيلولار جروث ديس اوردرز. أول حاجة الانترودكشن. The cells of the body continue to grow, divide and differentiate throughout life. طبعا عارفين ان خلايا الجسم من قبل ما الانسان يتولد وهو زيجوت او هو امبريو وحتى بعد ما يتولد بتفضل في انقسام مستمر عشان تحافظ على النورمال ستراكشر بتاع تشو معين. بنشوف الانقسامات ديت في تشو زي السكن والانتستينال ميكوزا والبلود. طبعا دي الخلايا اللي هي بتقوم بالانقسام لان عندها الليبايل ستيم سيلز اللي بتحصل فيها الميتوسيس عشان تعوض مثلا لوست سيلز. عملية السيل جروث او differentiation دي هي الوسائل اللي بتخلي سنجل سيل تتحول للارج كومبلكس مالتي سيلر اورجانيزم او لكائن متعدد الخلايا. من بداية ان هو كان سيل واحدة لان كلنا كنا في بدايتنا سيل واحدة، وبعد كده السيل جروث والسيل differentiation ادت لتكوين كائن متعدد الخلايا. الخلايا بيحصل لها growth يا اما الاستيمولاي نورمال او فيسيولوجيكال ده اللي هو الطبيعي والعادي بتاع الجسم، او ابنورمال ده اللي هو الباثولوجيكال او المرضي، وهنشوف examples على الفيسيولوجيكال والباثولوجيكال في السلايدز اللي جايه. cell growth. ايه هي cell growth او تعريفها ببساطة؟ cell growth is a process of increase in the size and mass of a cell resulting from the synthesis of specific cell components. يعني زيادة في كتلة وحجم السل او الخلية، دي نتيجة ل synthesis of specific cell components. ال abnormal cellular growth ممكن يكون بسبب decrease أو increase in the mass of the involved tissue. يعني مش شرط إن عشان نقول إن السلة دي حصل لها abnormal growth إن يكون حجمها زاد عن الطبيعي، بس لأ، ممكن يكون حجمها كمان ما وصلش للي هي المفروض توصل له. وهنشوف برضو الفرق بين ال abnormality لما يكون increase أو decrease في ال slides اللي جاية. ال types of growth in a tissue أو أنواع ال growth. أول حاجة ال multiplicative growth، دي بتكون زيادة في عدد ال cells أو الخلايا اللي موجودة في السيتوبلازم بتاع ال cells. دي طبعا بتحصل بال mitotic division، ودي بتكون موجودة في كل ال tissues during embryogenesis أو تكوين الجنين يعني. تاني نوع ال oxytic، دي بتكون زيادة في حجم ال cells مش في ال number. دي بتكون موجودة في السكيلتال ماسلز زي مثلا لما حد يروح الجيم والعضلة بتكبر، بتكون عن طريق الأوكسيتيك. تالت واحدة الأكريشنري، دي increasing في الانترسيلر تيشو كومبوننتس زي مثلا السيتوبلازم، ودي بتكون موجودة في البون والكارتليج. ورابع واحدة الكومبايند باترن اوف مالتيبليكيتيف واوكسيتيك واكريشنري مع بعض، يعني التلاتة اللي فاتوا دول متجمعين كلهم مع بعض، دي بتشاف اكتر حاجة في الامبريولوجيكال ديفلوبمنت في تكوين الجنين، بيكون فيها كل انواع الانقسامات التلاتة اللي فوق. دي صورة بتوضح أنواع الجروث اللي قلناها في السلايد اللي فات. هنا عندنا الخلايا العادية أو النورمال قبل ما يحصل لها أي type of growth. هنا أول واحدة المالتيبليكيتيف جروث اللي هي increase in the number of cells، زي ما شايفين حجم الخلايا ثابت زي ما هو زي النورمال ولكن عدده زاد. هنا الأوكسيتيك جروث increase in the size of the cells، هم أربعة زي ما هم نفس العدد ولكن حجمهم زاد جدا عن الطبيعي. الأكريشنري هم عددهم زي ما هم وحجمهم زي ما هم ولكن حصل increase في ال intercellular components، زي ما شايفين ال cytoplasm زاد في الخلية. هنا ال combined ده اللي هو فيه كل الأنواع مع بعض، قلنا بيبقى موجود في ال embryogenesis أكتر حاجة. زي ما شايفين عدد الخلايا زاد وحجمهم زاد وال intercellular components زادت. هنا بقى ال differentiation وهو إن ما حصلش growth ولكن حصل تغيير في شكل ووظيفة الخلية، زي ما شايفين هنا ال undifferentiated cells أو الخلايا الطبيعية وحصل لها differentiation شكلها اتغير زي ال ciliated cells in the bronchus في ال lungs. disorders of cell growth زي ما قلنا في السلايدات اللي فاتت إن ممكن يكون ال disorder يا إما increase أو decrease في الحجم. هنا عندنا أول اتنين hypertrophy و hyperplasia، دول ليهم علاقة بال increased growth.
تالت واحدة الأتروفي دي decreased growth، طبعا هنشرحهم بالتفصيل في السلسلة الجاية دي، بس مجرد عناوين في الأول. الميتابليجيا والديسبليجيا والأنابليجيا والنيوبليجيا. دي صورة بتجمع كل الأنواع اللي قلناها في السلايد اللي قبلها عشان برضو توضح. احنا برضو هنشرحهم بالتفصيل في السلايد اللي جاية، بس الصورة دي عشان نبقى متخيلين الموضوع واحنا بنشرحه في السلايد اللي جاية. السيل البيضة اللي في النص ديت او التيشو اللي في النص دوت ده النورمال تيشو. هنا حصل له ميتابليجيا، زي ما انتم شايفين الميتابليجيا ببساطة ان شكل السيلز اتغيرت. انما هنا حصل للتيشو ديسبليجيا. ديسبليجيا زي ما انتم شايفين شكل السيلز اتغيرت، وكمان حصل زيادة سلايت انكريز او زيادة يعني مش قوي في نمبر اوف ذا سيلز، وحصل abnormal differentiation و maturation برضو زي اللي قبلها، ان شكل الخلايا اتغير وحصل لها differentiation. وحصل cytogenic abnormalities اللي هي abnormalities في cytoplasm، والمرحلة ديت من ال abnormality بتكون partially reversible، يعني نقدر نلحقها ونعالجها. على عكس هنا في النيوبليجيا مثلا، النيوبليجيا ديت irreversible ما تقدرش نعالجها، ودي بتتميز بزيادة بقى كبيرة في حجم السيلز، والسيلز بتفقد السيطرة خالص على نفسها، أو الجسم بيفقد السيطرة على التيشو ده خالص، وبرضه بيحصل abnormal differentiation و maturation في السيلز زي ما انتم شايفين. هنا الأتروفي قلنا إن هي decreased growth، زي ما انتم شايفين الأتروفي ممكن تكون decrease of the cell size أو decrease in the cell number. وهنا الهايبرتروفي، الهايبرتروفي increase في السيل سايز بس مش في السيل نمبر، والهايبربليجيا هي increase في السيل نمبر بس ومش في السيل سايز. هنبدأ نتكلم عن الهايبرتروفي بالتفصيل شوية. الهايبرتروفي هي increase in the cell size، بتؤدي الى increase للأورجان نفسه اللي حصل فيه الهايبرتروفي. بيحصل increase in the cell size ده نتيجة لتكوين additional intercellular structure components في الخلية. والهايبرتروفايد أورجان أو الأورجان اللي حصل له هايبرتروفي ده ما بيكونش فيه نيو سيلز، او يعني مش بيتميز بانكريز نمبر اوف سيلز، لان ما بيحصلش فيه ديفيجن اصلا، ولكن بيتميز ان الخلايا حجمها زي عددها زي ما هو ولكن حجمها كبر. لو حصل بقى ان في خلايا زياده موجوده ده بيبقى اسمه هايبر بليجيا مش هايبر تروفي. الهايبر تروفي طبعا زي ما قلنا في السلايدات اللي فاتت بينقسم لنوعين، وكل ابنورماليتي هنقولها بتنقسم لنوعين، يا اما فيسيولوجيك يا اما باثولوجيك. فيسيولوجيك يعني حاجه طبيعيه حصلت في الجسم، وباثولوجيك حاجة مرضية خارجة عن إرادة الجسم أو مش محتاجينها في الجسم أو بتضر الجسم. أول حاجة في الفسيولوجيكال هايبرتروفي، أول سبب ليها increased functional demand which can found which can be found in the heart and skeletal muscle. معنى الكلام ده ببساطة إن عضلة معينة في الجسم زاد الحمل عليها، فالجسم بيبدأ يعمل لها هايبرتروفي عشان تكبر وتبدأ إن هي تتحمل الحمل الزيادة دوت. زي مثلا على سبيل المثال في السكيلتال ماسل، واحد بيشتغل بيشيل حاجات مثلا، فبنلاحظ دايما لو هو مثلا بيشيلها بدراعه بنلاحظ ان عنده عضلات الارم بتزيد، ولو بيشيل حاجة على ظهره بنلاحظ ان عضلات الباك بتزيد. ده بيبقى فيسيولوجيكال هايبرتروفي عشان العضلات دي تقدر تستحمل الاوزان اللي هو بيشيلها. والهارت طبعا لو حد قلبه فيه حمل عليه زيادة، عضلات القلب بتبدأ يحصل لها هايبرتروفي عشان تبدأ برضو تستحمل الديماند ده، او الكلام اللي احنا قلناه مثلا بنشوفه في البالجنج ماسل اوف بودي بيلدرز، زي مثلا الناس اللي بتتمرن. والتمرين ده بيكون لود زيادة بيتحط على العضلة فبيؤدي للهايبرتروفي بتاعها. تاني سبب للفسيولوجيكال هايبرتروفي ممكن يكون باي هرمونز او جروث فاكتورز، يعني في اورجان معين في الجسم بيتاثر بهرمونز معينه، الهرمونز دي لما بتزيد بتؤدي لان هو يكبر عشان يؤدي وظيفه معينه. زي مثلا في البريجننسي بنشوف ان الرحم او اليوترس بيزيد بالاستروجين هرمون عشان يقدر ان هو يشيل الجنين او الطفل بصوره صحيحه يعني ويحافظ عليه. الباثولوجيك هايبرتروفي بقى ده اشهر حاجه بنشوفها في الرايت والليفت فنتريكل اوف ذا هارت، بيحصل بسبب الكرونيك هيموديناميك اوفرلود. الاوفرلود ده بيحصل نتيجة للهايبرتنشن اللي هو الضغط العالي، او فولتي فالفز اللي هي مشكلة في صمامات القلب
او الفالفز بتاعه القلب. زي ما انتم شايفين في الصوره هنا بتوضح الهايبرتروفي حصل للبايسبس ماسل. هنا الصوره اللي على الشمال دي نورمال بايسبس، واللي على اليمين دي هايبرتروفي بايسبس. ممكن تكون بسبب ان ده شخص بيتمرن في الجيم مثلا، او ده شخص بيستخدم البايسبس في الشغل كتير او بيشيل حاجات كتير، فالجسم عمل لها فيسيولوجيكال هايبرتروفي. طبعا دي فيسيولوجيكال هايبرتروفي مش باثولوجيكال. خلصنا الهايبرتروفي، نبدأ في الهايبربليجيا. الهايبربليجيا هي increase in the number of cells مش في السيل سايز. السيل سايز هي الهايبرتروفي، انما دي increase in the number of cells. دي بتحصل في السيلز اللي بتكون قادرة على الانقسام فقط، او زي ما قلنا في السنوات اللي فاتت فيها labile stem cells زي السكين مثلا. يعني ما نقدرش نشوف الهايبربليجيا في سيلز ما لهاش قدرة على الانقسام. واشهر مثال النيرف سيلز، يعني احنا عارفين النيرف سيلز ما بيحصلهاش انقسام، وده سبب ان لما حد اعصابه او النيرف عنده مثلا بيبوظ او بيحصل له انجري بيبقى irreversible وما بيتعالجش، ولو حصل له شلل منه مش هنقدر نعالجه. طبعا برضه بتكون فيسيولوجيك او باثولوجيك. نبدا اول حاجه الفيسيولوجيك هايبربليجيا، ليها نوعين. اول واحده الهرمونال هايبربليجيا. الهرمونال هايبربليجيا دي زي ما قلنا في الهايبرتروفي ان ممكن يكون اورجن معين بيتاثر بهرمون والهرمون ده زاد. اشهر مثال برضو في الهرمونال هايبربليزيا هو increase in the number of cells of the breast at puberty and pregnancy، برضو بتحسب بالاستروجين هرمون. وعلى فكرة الاستروجين هرمون برضو بيسبب increase in the size، يعني بيعمل هايبربليزيا وهايبرتروفي في البريست at puberty و at pregnancy. ونوع تاني من الهايبربليزيا بنسميه compensatory hyperplasia او التعويضية. دي مثال ليها لو شخص عنده انيميا او عدد الريد بلاد سيلز بتاعه قل في الجسم، بيحصل هايبربليجيا ليها او برودكشن زياده ليها من البون مارو عشان نعوض النقص ده، ودي هي الكومبنساتوري هايبربليجيا. خلصنا الفسيولوجيكال هايبربليجيا، نخش في الباثولوجيكال هايبربليجيا. دي بتكون نتيجه لان الهرمون اللي بيأثر على اورجان معين ده زاد بطريقه خارجه عن اراده الجسم، او زاد بمعدل اكبر من الطبيعي. ده بيكون مثلا بسبب ان حصل كانسر في الخلايا اللي بتفرز الهرمون دوت. مثال للباثولوجيكال هايبربليجيا الاندوميتريال هايبربليجيا due to increase the amount of estrogen. زي ما قلنا عدد الهرمون الاستروجين معدله زاد قوي عن الطبيعي، فحصل هايبربليجيا في الاندوميتريال سيلز اكتر من الطبيعي واكتر من المطلوب. او البناين بروستاتيك هايبربليجيا نتيجة لان حصل افراز زيادة للهرمونز الاندروجينز، برضو أثرت على حجم البروستات وحصل فيها، مش حجم عفوا، على number of cells of the prostate وحصل فيها hyperplasia. وبرضو بتحصل بسبب viral infections زي فيروس ال HPV. طبعا أخطر حاجة في ال hyperplasia إن هي بتكون fertile soil، أو يعني زي ما بنقول تربة خصبة، لأن يحصل فيها cancerous proliferation أو يحصل فيها خلايا سرطانية. هنا صورة بتوضح الفرق بين الهيلثي سيلز والهايبرتروفي والهايبربليجيا. هنا الهيلثي سيلز زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، الهايبرتروفي نفس عدد السيلز ولكن حجمها زاد، والهايبربليجيا نفس حجم السيلز الطبيعية ولكن عددها هو اللي زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فادي وائل فتحي من جروب A2 كلاس 1. النهاردة اتكلمنا عن أنواع disorders in growth in cell growth في السلسلة اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم على نبدأ على باقي، نشرح باقي الأنواع. أول نوع هنتكلم عنه في الأتروفي. الأتروفي ببساطة بيتعبر عنه عن طريق إن هو reduction في size of an organ or tissue due to decrease in cell size and number resulting in the decrease of functional ability of the cell. هو ببساطة هو قلة في حجم أو صغر حجم الأورجن أو التيشو بسبب قلة في حجم الخلية نفسها أو في عدد الخلايا الموجودة في الأورجن ده، مما بيؤدي إلى إن الـ functional ability بتاعت السيل دي بتبدأ إن هي تقل مع الوقت، فبالتالي الخلية ما عادش بتأدي الوظيفة بتاعتها على أكمل وجه. It can be physiologic or pathologic. The physiologic atrophy is common during normal development. هي بت include أول حاجة هنتكلم عنها atrophy of motor cord or and thyroglossal ducts during the fetal development اللي خدنا قبل كده في الإمبريولوجي، atrophy of uterus after
بارتريشن الاتروفي بتاع اليوترس بعد الولادة، اتروفي اوف داكتس ارتريوسس ان انفنتس، لما الطفل بيتولد بيبدأ ان الارتريوس بيبقى الارتريس اللي موجودة في الهارت بيبقى فيها حاجز، بيبدأ يحصل له اتروفي، واند الاتروفي اوف ثايموس زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، ديت النورمال ماسل ودي الاتروفايد ماسل زي ما احنا شايفين، بدأ ان مفيش حركة مفيش حاجة بتحصل، فبالتالي بدأ ان حجم الاورجن والتيشو نفسه يقل زي ما احنا شايفين في الصورتين. هنتكلم دلوقتي عن الباثولوجيك اتروفي. الباثولوجيك اتروفي في ممكن يبقى لوكالايزد او جنرالايزد. لوكالايزد بيكون بسبب الديسيوز، مع عدم الاستخدام، يعني when a fractured bone زي ما احنا شايفين is immobilized in a plaster cast or when a patient is restricted to complete bed rest muscle rapidly in uses in uses. تمام، زي ما احنا عارفين ان الدراع مثلا لو في عضلة الدراع كسرت، بالتالي هضطر ان انا اجبسه، بالتالي هضطر ان انا ما احركش الدراع ده لفترة طويلة، وبالتالي ايه اللي هيحصل في المصل بتاعت الموجودة في المنطقة دي؟ هيحصل لها اتروفي بسبب عدم الحركة. denervation ال damages of nerves leads to atrophy of muscles. دي حاجة طبعا احنا عارفينها، ان النيرفز هي اللي بتبعت النيرف امبلسز للمصل، فبالتالي لما يحصل denervation والدمج النيرف اللي بيودي الإشارة ديت المصل هيحصل فيها أتروفي برضه، بالتالي عشان مش هيكون في حركة. الإسكيميا وهي ال blood loss in late adults the brain undergoes atrophy progressively بس as atherosclerosis الأتروسكليروسيس narrows the blood vessels، بيبدأ إن يحصل كوليسترول، بيحصل الفاتس بتبدأ إن هي تقفل blood vessels، وبالتالي مفيش blood بيوصل للبرين. loss of endocrine stimulations a loss of estrogen stimulation after menopause results in physiologic atrophy of the endometrium and vaginal epithelium and breast. لما يحصل ما فيش زي الكلام واضح، زي الاستروجين ما بدأ ان هو مبقاش موجود، بدأ ان في اتروفي في بعض المناطق بتاعت الاندوميتريوم والفاجينال ابيثيليوم والبريست. pressure tissue compression for any length of time can cause atrophy. انت بالتالي بتضغط على العضلة ان هي واخدة طول معين لفترة طويلة فحصل فيها اتروفي، ما هي ثابتة على طول ده ما تتحركش. الان enlarged benign tumor can cause atrophy in surrounding compressed tissue probably due to ischemic changes. هي بالتالي ان لو حصل benign tumor هيحصل هيزمن الدنيا زي مشكلة الارثروسكليروسيس هيحصل زيه بالظبط، ويمنع ان البلد فيتال يوصل للتشو ده. generalized inadequate nutrition profound protein color malnutrition marasmus ديت حالة اسمها المارسمس، بيحصل فيها ان البروتين بيحصل فيه malnutrition وهو اللي is associated with the utilization of skeletal muscle proteins as a source of energy after other reserves such as adipose tissue adipose stores have been depleted. احنا عارفين طبعا ان لو مفيش مصدر النيوتريشن هو الكربوهيدرات، لو مفيش كربوهيدرات هضطر اروح للفات واكسره واستخدم فاتي اسيد فيها كنيوتريشن نيوتريشن، لو ما لقيتش ولو الفات خلص بيبدا بقى اخش على البروتين. بيحصل الحاله دي اسمها ماركت مسل ويستنج، اسمها كاكسيا، بيحصل فيها muscle wasting. senile atrophy as seen in aging it's associated with cell loss typically seen in the brain and the heart. بيحصل فيها مع تقدم العمر بيحصل فيه atrophy في الهارت والبرين. ميتابليجيا. ميتابليجيا هي ببساطة is an acquired form of altered differentiation. هي حاجة مكتسبة بين differentiation متكرر ومختلف. بيحصل الميتابليجيا بتبقى reversible transformation and replacement of one type of terminally differentiated cell into another fully differentiated cell type. لكن بيحصل ايه؟ بيحصل تغيير من نوع سيل لنوع تاني من نفس الكاتيجوري، ما بتبقاش من كاتيجوري مختلف، لا من نفس الكاتيجوري. الميتابليجيا often represents an adaptive response of a tissue to environmental stress. هي بتبقى عبارة عن adaptive response من الجسم للضغط البيئي او الضغط البيئية اللي حواليه. زي ما احنا قايلين الميتابلاستيك تيشو is better able to withstand the adverse environmental changes. بيبقى ان التيشو اللي بيبدأ يحصل فيه ميتابليجيا بيكون افضل ان هو يصد او يقف قصاد ال environmental changes اللي حصلت على التيشو ده في الوقت الحالي.
نكمل كلامنا في الميتابليشيا، ندي أمثلة. مثلا إن عندي most common metaplasia is columnar to squamous as occurs in the respiratory tract in response to chronic irritation as seen in habitual cigarette smokers. الناس اللي بتشرب سجاير بيبدأ إن يحصل إن الكلومينر الفيليم اللي مغطي respiratory tract يبدأ يتحول لسكويمس عشان يبقى أقوى وأشد في إن هو يصد الـ environmental change اللي بيحصل في المنطقة دي. A deficiency of vitamin A also induces squamous metaplasia in the respiratory epithelium. Metaplasia from squamous to columnar can occur in parrot esophagus under the influence of relaxed gastric acid. طبعا الأسوفيجس بيبقى كشكل بيبقى pink لايننج، بيبقى باين ان هو لايننج بينك لايننج. لما بيبدا ان الفلكس الجاستريك اسيد بيحصل بيعمل دامج للمنطقه دي، فبالتالي بتبقى الاسوفيجس بيتحول من بينك لريد، بيحصل ميتابليجيا في المكان ده، ان السكويمز بتحول لكلونر عشان يقدر يبقى ادابتد للمنت تشينج اللي حصل. ستونز ان ذا اكسكريتوري ان ذا اكسكريتوري داكت اوف سلافري جلاندز بانكرياس اور بايل داكت which are normally lined by secretory columnar epithelium may be replaced by stratified squamous epithelium. بيبدأ الكولومنر بيتحول إلى بيتغير بأن هو بيبقى stratified squamous عشان يبدأ إن هو يبدأ يبقى أكتر response، بيبقى adaptive response للـ environmental change اللي حصل في المنطقة دي. Connective tissue metaplasia is formation of cartilage on bone and adipose tissue in the tissues that don't originally contain them زي الميوسايتس اسيفيكانس after intramuscular hemorrhage. لما بيحصل نزيف بيحصل bone fracture بيبدأ إن يحصل connective tissue بينمو في المنطقة دي. Metaplasia doesn't itself necessarily progress to malignancy. ما بيحصل هي metaplasia مش دايما لازم تتحول لمالجنسي، إن هي ممكن تتحول لتيومر. لأ، هي في بعض الأحيان إن environmental change which initially causes the metaplasia may also induce into dysplasia، ولو هي كانت مقاومة كان بيبدأ يحصل إن بيحصل tumor formation. ده بعد ما تطور الميتابلاجيا أكتر من مرة، زي ما احنا شايفين نورمال سيلز شكلها بالتالي عامل كأنك في بيضة اتحولت إلى بقت عليها سيليا من فوق. Dysplasia. Dysplasia هي literally known as disordered growth، النمو مش مترتب. It's an abnormality when the tissue partially loses the morphological characteristics of mature cells. بيبدأ ان السيل تخسر المورفولوجيكال كاركترستكس بتاعتها، شكلها بدأ يتغير. It mostly encountered in epithelia. Epithelia بتبدأ تصد الموضوع ده شوية. هي عندها أربع في أربع major changes بتحصل في حالة الديسبلاسيا. Anisocytosis the cells of an equal size, poikilocytosis abnormally shaped cells, hyperchromatism excessive pigmentation, presence of mitotic figures usual number of continually dividing cells. زي ما احنا شايفين في الصورة normal cells كانت عندي كبيدل. أول حاجة لما حصل ديسبلاسيا حصل أول حاجة anisocytosis cells of an equal size، بدأت الخلايا ما تبقاش زي بعض في حاجة. بويكيلوسايتوسيس حصل abnormally shaped cells كان كلها زي الشيء نفس الشيب، بدأ الوقت في واحدة اوفل واحدة مدورة واحدة كبيرة واحدة كبيضة. هايبركروماتيزم حصل ان في بيجمنتيشن عن normal cells شوية، حصل فيها بيجمنتيشن اكتر. وحصل mitotic figures، في حصل presence of mitotic figures زي ما احنا شايفين. نيوكليس بدأ ان هي تكبر، بدأت ان هي تكبر اكتر من نيوكليس، بدأت تبقى اكتر واكبر. دوت الديسبلاسيا. نكمل في الديسبلاسيا. هنقول ان ال changes دي result in the loss of uniformity and architectural orientation of the cells. الديسبلاسيا عبارة عن، ممكن اقول ان هي ايه، تبقى عبارة عن ال early form of a precancerous lesion، وهي برضو indication ل premature neoplastic progression. الديسبلاسيا may occur in tissue which has metaplasia زي ما احنا قلنا في المثال اللي فات، زي ما احنا قلنا في الميتابليجيا. Dysplasia developing in metaplastic squamous epithelium from the bronchus of the smokers. لو الموضوع زاد عن حد بيحصل، بيبدأ يحصل فيه dysplasia.
تمام. الديسبليشيا may also develop without coexisting metaplasia. ممكن تحصل ما دون ان الميتابليشيا حصل في المكان ده، بيبقى في السكويمس مثلا زي السكويمس بيتم بتاع اليوترين سيرفكس، بيبدا يحصل فيها ديسبليشيا بدون ان يبقى في ميتابليشيا قبلها او التغير في يعني من غير ما يكون في حاجه حصلت قبلها. الجلاندولار ابيثيليوم ان ستومك اند or the liver. Dysplasia is not cancer, but it may sometimes become cancer. ممكن تؤدي، ممكن تبقى في بعض الأحيان تحصل إن هي تبقى cancer. Dysplasia فيها كذا نوع، منها 3 حالات mild و moderate و severe depending on how abnormal السيل ديت بتبقى تحت الميكروسكوب، وازاي اشوفها او ماتش ان التيشو ده infected بيها. لو احنا شايفين normal dysplasia زي ديت النورمال سيل، حصل المايل ديسبلاسيا، بدأ إن في نيوكلاس تزيد وفي خلايا بتزيد، بدأ في abnormality في اليونيفورميتي بتاعة السيل، بدأ المودريت ديسبلاسيا، بدأ إن يحصل abnormality أكتر، بدأ في السيفير ديسبلاسيا أكتر وأكتر، وهنا ممكن تتحول بعد كده نوصل لمرحلة الكانسر. الأنابليشيا، الأنابليشيا هو term used to describe cells that have lost the unique characteristics that define them as a certain type. إن الخلية دي خسرت المزايا والصفات بتاعتها اللي بتعرف اللي إحنا بنعرف الخلية دي هي من أنهي نوع من أنواع التشو. الخلية دي ما عدتش خسرت الكاركترستيك بتاعتها، تحولت بقت ما عادتش انت مش عارف الخلية دي تبع ايه ولا تبع ايه، ما عادتش انت بون سيل ولا ماسل سيل ولا ايه بالظبط. الانابليشيا can be explained when a cell reverts to a more stem cell like state, one that's often distorted. تمام، بتبدأ ان هي ترجع لورا، بتبقى شبه الستيم سيل لايك ستيت، بتبقى شبه ستيم سيل، ما تعرفش هي بتاعت ايه بالظبط، بس هي ممكن تبقى اي حاجة. often seen in cancer cell, the cell no longer functions as a part of the tissue that surrounds it. بتبقى الخلية في الكانسر سيل بتبقى عادتش خلاص بتعمل الفانكشن بتاعها زي في من اللي بتبقى يعني ما عادش بتبقى بارت من التشو اللي هي فيه اللي حواليها. فبالتالي اذا cell undergoes mitosis it produces cells that also display anaplasia. لو الخلية دي راحت mitosis برضه هتنتج خلايا زيها عندها anaplasia. في حال في هذه الحالة المالجنت تيومر is born، بيبدأ ان هو يتولد في تيومر في الحتة دي. النورمال سيل جروث ستوبس وين ا نيبر از ريتشد. النورمال سيل كوميونيكيت وذ ايتش اذر تو بروفايد ذا بروبر شيب فور تيشوز. لو هي في الخلية العادية لو حصل جروث بيبدأ يقل وبيبدأ يقف لما في الخلية المجاورة. الله تمام. الانابليشيا وبيحصل كوميونيكيشن ما بينهم، فبالتالي الكوميونيكيشن ده بيخليهم ياخدوا البروبرتي بتاع التيشو. فبنقول without this communication each cell in a tumor showing anaplasia will grow to be much bigger than a normal cell. الانابليشيا الخلية اللي فيها الانابليشيا بتبدأ تكبر أكتر وأكتر كمان. تمام، بيبدأ يحصل تيومر أكبر وأكبر. And will be only virulently to connect to the cells around it. ما عادش في connection للسيلز اللي حواليها. Without this ability to form bonds to the cells around them, malignant tumor can metastasize. المالجنت تيومر ده بيبدأ إن هو يكبر ويخش ال trap، وبيبدأ إن هو يخسر مكانه، وبيبدأ إن هو يخش في blood stream to the other parts of the body. بالتالي المالجنت تيومر بينتشر في الجسم. This can become an extremely dangerous situation as the newly colonized tumors will start to grow quickly. تبقى تكبر أكتر وأكبر. ف if the tumor in your home is a place in your body that's important for living، لو هي كانت مثلا في حتة زي ال brain في ال heart it can quickly kill you. دي حاجة بالتالي دي حاجة منطقية. This lack of differentiation or anaplasia is often what determines whether a tumor is malignant or benign. ال lack of differentiation اللي هي الأنابليشيا دي بتبدأ تحدد ان التيومر ده benign ولا malignant. لما شايفين normal cell كل بقت انابليجيا بقيتش انت عارف السيل ديت هي ايه بالظبط، بقت عامله شبه ستيم سيل لايك ستيت، ما انتش عارف مش عارف تميزها هي في انهي حته بالظبط، حصل فيها تغير في النيوكليوس وفي السيتوبلازم وفي الشيب بتاعها، ما انتش انت عارف هي ايه بالظبط، هي تبع انهي تيشو. زي ما احنا مكملين، الانابليجيا tumors that show increased mitosis but are still differentiated into the right kind of tissues are often benign. لما tumors لما الخلايا اللي فيها تبدأ ان هي تحصل فيها differentiated بس نفس النوع والنوع الصحيح من ده tissue، بيبقى في الحالة دي benign، بيبقى tumor
بيبقى ورم حميد شوية، بيبقى تيومر بيناين لسه ما بدأش يبقى صعب ممكن يتشال. It's much harder for the cells to metastasize if they are still strongly bound to the cells around them. لو في الخلايا فيها communication ما بينهم بعض مش بتبدأ، مش ممكن تحصل إن هي تخش الـ bloodstream. In the case of the benign tumor, the cells are simply replicating too fast and can cause a mass to form. بيبدأ يحصل ماس وكتلة بتبدأ إن هي تتكون. Often this can be removed with surgery. بتبدأ ينفع إن هي تتشال بجراحة بدون أي ريسك من إن هي تنتشر. Malignant tumors with anaplasia are often treated with radiation and chemotherapy or after surgery to kill any small tumors that have metastasized to the other parts of the body. Examples of anaplasia عندنا الليومايوساركوما وضدها الليومايوما. الليومايوساركوما ده بتحصل في السموث ماسلز، بيبقى كانسر في السموث ماسلز بتاعت الأعضاء اللي هي في السموث ماسلز بتاعت الأعضاء الداخلية زي السموث ماسلز الموجودة في البانكرياس في الكيدنيز في الاستومك، دوت الليومايوساركوما. أما اللايوميوما دوت كانسر بيصيب الإندوميتريوم مسل، بيبقى في السموث مسل في الإندوميتريوم بيبدأ إن هو يحصل فيها كانسر. تمام. الأدينوما تو أدينو كارسينوما، أدينوما دوت كانسر بيحصل في الجلانس، في الجلانس اللي هي البيتويتري الباراثايرويد بيحصل فيها الأدينوما، متبقاش لسه محاولتش الكانسر، بتبدأ إن أدينو كارسينوما ديت هي بتبدأ تتحول إن هي تبقى بداية الكانسر. دي بعض المصطلحات اللي احنا قلناها في السلايدات اللي فاتت بالتعريفات بتاعتها. الكانسر زي ما احنا شايفين ان النيوبليجيا هنتكلم عليها بعدين من زمايلنا اللي هيتكلموا عليها. نيوبليجيا الكانسر النورمال سيل زي ما احنا شايفين بدأت ان في نيوبليجيا بيحصل فيها abnormal و excessive growth of the cell، while the dysplasia بيحصل فيها abnormality of development and differentiation. في فرق ما بين النوعين dysplasia و لو النورمال سيل النورمال سيلز ما بيكام كانسر سيلز ازاي؟ عن طريق ان هي بتبقى نورمال بيحصل فيها هايبربلاجيا، بيبدأ ان هي عددها بيزيد، بيحصل بعد كده dysplasia abnormal growth و differentiation، وبالتالي بيؤدي الى اخر حاجة ممكن نوصل لها هي الكانسر. مساء الخير، أنا كريم أحمد جروب A1 كلاس 1. هتكلم معاكم عن الدومينولوجي وعن الديفينيشن للنيولوجيا. طبعا زي ما احنا عارفين الكانسر من أخطر الأمراض الموجودة في العالم ومن أكثر مسببات الوفيات. يعني مثلا هو في الـ USA هو بيحتل المركز الثاني من أكثر مسببات الوفيات بعد أمراض القلب. وفي إن الـ WHO عملت إحصائية بتقول إن في سنة 2020 مات أكثر من 10 مليون شخص بسبب الكانسر بنسبة من 1 لـ 6 من الوفيات على مدار اليوم. يعني لو في اليوم مات 600 شخص في منهم 100 ماتوا بسبب الكانسر. بالنسبة بقى لمصر، مركز القومي للأورام عمل إحصائية أو نزل إحصائية بتقول إن في سنويا يشخص أكتر من 166,000 حالة إن عندها كانسر. بالنسبة للديفينيشن، فاحنا هنقسم الكلمة الأول نيو بلاجيا إلى جزئين. نيو يعني جديد، بلاجيا سينج فورمد أو جروس، حاجة جديدة بتتكون. بالنسبة للديفينيشن نفسه، كان في قبل ما يحصل تعمق في الموليكول هربسولوجي كان في ديفينيشن بيقول ان النيوبلاجيا دي هي عبارة عن جروث جديد بيحصل للسيلز، بيكون ماس يعني نمو جديد للخلايا، بيعملوا كتلة، بيكون نون ليميتد وان كنترولد. انما بعد ما حصل تعمق ودراسات كتير، اتفق العلماء على ان النيوبلاجيا هي عبارة عن جينيتك ديسوردر ان سيل جروث triggered by acquired or less commonly inherited mutations. يعني أي حاجة بتخص التيومر ده من صفات أو خواص بتكون بسبب خلل في الدي ان ايه. أول حاجة معانا the classification of neoplasia، هنقسمها لتبع لثلاث حاجات. أول حاجة behavior و historical و psychological. أول حاجة أنا هقسمها behavior تبع ليه؟ تبع هي benign ولا malignant tumor. البنوين تيومر احنا عارفينه هو التيومر اللطيفة اللي ملهاش مشاكل كتير قوي، سهل ان الدكتور يعني يعمل لها استئصال.
لان هي مش بتنتشر في اماكن كتير، و يعني الجروث بتاعها بيبقى مش سريع قوي. في بقى التاني اللي هو مالجنت تيومر، عندي 2 مالجنت، عندي واحده مالجنت تيومر اللي هي بتبقى يعني بتبقى مثلا مالجنت تيومر بس متركزه في مكان معين، واللي هي اسمها لوكالي مالجنت، والتانية اللي هي مالجنت تيومر بس اللي بتنتشر في اماكن كتير، ودي بقى فيها مشاكل كتير لان ما بقدرش يعني اعمل لها استئصال، بتبقى سريعه في النمو قوي فعامله مشاكل كتير. تاني تقسيمه هيستوريكال، هقسمها تبع التشو، عندي مثلا انا عندي 2، عندي ابسيريال تشو اللي هي جايه من الاكتوديرم والاندوديرم، عندي تاني حاجه اللي هي برينكايمال تشو اللي هي جايه لي من الكونكتيف تشو او البلاد فيزلز اللي هي جايه لي من الميزوديرم. تالت تقسيم عندي السيتولوجيكال، عندي ايه في السيتولوجيكال؟ عندي اللي هي تبع الديفرنشيشن بتاعها. يعني ايه الديفرنشيشن بتاعها؟ يعني هي هتطلع ازاي شبه النورمال سيل. يعني هي صحيح النيوبلازي ده عبارة عن جروث ونمو بيعمل ماس يعني تيومر، بس هيطلع شبه الخلية ولا مش هيطلع شبه؟ طبعا لو مطلعش شبه دي المشكلة، انه بيطلع بصفات جديدة وحاجة جديدة مقدرش ان انا اتحكم فيها. فمثلا انا عندي well differentiated، وعندي properly differentiated، وعندي moderately differentiated، وعندي undifferentiated خالص. دول اللي هما الاربعة التقسيمات بتوع cytological. دول هما يعني كل واحد منهم مثلا well differentiated ده يعني قريبة قوي جدا اللي هي يبقى كلها شبه الخلية الأصلية، المودريتلي ديفرنشيتد تبقى شوية وشوية، البورلي ديفرنشيت بحوالي 25 45 25%، يعني حاجة بسيطة. الأن ديفرنشيتد دي اللي بيبقى فيها مشاكل كتير لأن هي بتبقى قليلة قوي يعني، و يعني بتبقى اللي هي مثلا بتبقى يعني بتبقى بقى بعيدة خالص عن النورمال سيل، ليها صفات مختلفة، ليها حاجات مختلفة مبقدرش إن أنا أتحكم فيها، مبقدرش إن أنا أتعامل معاها أصلا. لو جيت أقول لكم مثلا احنا بعد كل ده امتى نقدر نستأصل الورم؟ طبعا نقدر نستأصل الورم لو مثلا جاي في منطقة معينة سهل ان انا استأصلها، فلما يبقى بناين او مالجننت اللي هو لوكالي مالجننت يبقى سهل ان انا استأصلها. فهو مثلا لو جاي في جلية واحدة او حاجة من السهل جدا ان انا استأصلها، على عكس لو جاي مثلا الحزام اللي بين الكليتين او جاي في حاجة مش هقدر استأصلها، لان الكلية التانية انا بستأصل واحدة اسيب التانية، يعني التانية بيحصل عليها ضغط وتقدر ان هي تحافظ على الكلية التانية وتعمل عملية صحيح، مش بتكبر في الحجم والجو ده، بس هي على الاقل بتقدر ان هي لحد ما يعني تتعامل مع الجسم، وبقدر ان انا اتحافظ عليها واتعامل مع بروتوكول معين وحاجات معينة عشان احافظ عليها. يعني حاجة معانا هي نيمكلتشر اللي هي التسمية. اول حاجة انا سألتك احنا بنسمي دي اصلا بكل بساطة عشان لو انا دكتور باثولوجي وبشخص ورم، او محتاج انا اقول للدكتور الورم ده عبارة عن ايه، مش هقعد اكتب له قصة حياته ده بناين تيومر او مالجنان تيومر، موجود في سيس، موجود شكل جلاند، واقعد احكي له كل حاجة عن التيومر. فانا الدكتور لما بيشوف التشخيص هو مش هيشخص المريض، هو هيفضل يقرأ في ورقة كبيرة جدا فيها معلومات كتير محتاجة ان هو يقعد يفصصها الاول قبل ما يشخص المريض. فاحنا نعمل ما قل ما دل، كلمات بسيطة بتدل على المعنى الكبير. فمثلا عندي 2 كاتيجوري كبار، عندي البناين تيومرز وعندي مالجنانت تيومرز. اول حاجة ابدأ بيها البناين تيومرز، هنبدأ بيه بنبدأ مثلا بيه البرينكايمال سيلز. أسهل حاجة في البرينكايمال سيلز إن أنا بزود كلمة أوما بس طالما هي بناين تيومر، فيبقى عندي مثلا فايبروما كوندروما، تمام. أما عندي لو هي إبيثيليال سيلز بزود، هي بيبقى فيها حاجة يعني زيادة، بيبقى فيها حاجة اسمها مايكروسكوبيك باترن، بيبقى لها شكل معين، بيبقى لها مثلا شكل جلاند، فتبقى أدينوما. طبعا أوما في الآخر زيادة برضو عشان ده بنوعين تيومر، فتبقى أدينوما سيستوما كده. فمثلا لما أنا أجي أسمي واحد مثلا، عندنا مثال أهو اللي هو مثلا يبقى سيمبل، سيمبل مثلا اللي هو يعني هو يبقى سيمبل وسيستوما، سيمبل سكوما سيست أدينوما، فهو سيمبل وسيست يعني موجود في كيس. فهو مثلا لو معانا واحد اسمه سيمبل سيرس سيست ادينوما، انا عايزه افكر معاكم بالراحه، هي في اوما في الاخر يعني ده بناين تيوما، في ادينوما يعني على شكل جلان، في سيرس سيست يعني في سيرس فلويد موجود جوه السيست اللي هو الكيس. فده معناه بكل بساطه لما اجي مثلا بقى كده احنا خلصنا بناين تيومرز، اجي للمالجنانت تيومرز. هاجي اسميها ازاي؟
هيبقى برضو أبدأ بالبرينكايمال سيلز، هزود كلمة ساركوما فيبقى عندي كوندروساركوما، فايبروساركوما كده. طب وبعدين انا مثلا عايزه بقى اسمي بقى الابيسيال سيلز، قلنا احنا اتفقنا ان هو ليه مايكروسكوبيك باترن، حاجه بزياده يعني شكل معين بيظبطه. فانا قلت مثلا قلنا مثلا قولوا معايا مثلا سيرا سيست، بس يبقى بقى ادينو كارسينوما. مش احنا بقى في حاجه في المالجنانت تيومر زياده في الابيسيال سيلز، انا بدور كلمه كارسينوما بدل يعني في البلاين تيومر كان اوما واوما في الاثنين، اما هنا ساركوما في البلينكايمال سيلز وكارسينوما في الابيثيليال سيلز. فهو احنا قلنا سيمبل عادي سيراستيس زي ما قلنا برضو من شويه، ادينوما شكلها جلان، سيراستيس يعني سيروس فلويد موجود في سيست، وهي في الاخر كارسينوما يعني ده مالجنانت تيومر. طب احنا كده فهمنا التسميه. هتيجي انت تذاكر ورايا بس هتقولي سلمى انت كذابة، سلمى ده مش حقيقي، سلمى انا دورت في حاجات وما لقيتش كده. فهقول لك بكل بساطة انا ما ضحكتش عليك، هي كلها منطبقة صح، بس في حتة زيادة. مثلا عندك حاجات زي الليمفوما، ده مالجنانت تيومر مش بناين تيومر، مع انهم التهاب اوما بس ده مالجنانت تيومر. عندك مثلا عندك في حاجة اسمها هامرتوما، وعندك حاجة اسمها كولستوما، دي حاجات موجودة آخرها أوما بس ده مش معناه الحقيقي، دي اتنين باثولوجي مختلفين خالص. يعني مثلا عندي الهامرتوما ده موجودة نورمال سيلز، بس مش هي موجودة نورمال سيلز، هي يعني موجودة في المكان المناسب بس موجودة بشكل مختلف، أو بكمية مش مناسبة. كده يعني انت مثلا هتلاقي شوية حاجات معينة بس حاجات مختلفة جدا، أما عامة القاعدة متساوية وماشية على الكل. السلام عليكم، معاكم محمد صقر واحمد فواز. ان شاء الله هنشرح الايتيولوجي النهارده، ايتيولوجي اوف نيوبليزيا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنشرح بالتبادل. اول حاجه المفروض في مقدمه للكوزس اوف كانسر. اول حاجه احنا عايزين نفهم يعني ايه كوزس اوف كانسر. طب هل في اصلا حاجه اسمها كوزس اوف كانسر؟ هو الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان عنده وسائل مقاومة لأي عوامل خارجية ممكن تسبب فيه كانسر، ولأي عوامل داخلية برضو ممكن تنشأ تسبب فيه كانسر، تمام؟ فهو أحسن تشبيه للإتيولوجي أوف كانسر إن هو عامل زي مثلا الاتنين اللي بيلعبوا ريست مع بعض وفي حالة تعادل، كويس؟ فكل مرة مثلا يحاول الاسباب كتيره جدا اللي هنتكلم عنها ان هي تحاول تعمل كانسر، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الميكانيزم اللي الجسم بيدافع فيها عن نفسه فبالتالي يقاوم الكانسر، تفضل الجسم في حاله اتزان. كل يوم احنا بنتعرض لعوامل كتيره جدا من اللي هنتكلم عنهم، سواء سموكينج سواء راديشن سواء غيره، كل يوم بنتعرض لعامل وتظهر وسيله المقاومه اللي تقاومها لحد اللحظه اللي هينجح فيها العامل ان هو يتغلب على وسائل دفاع الجسم، ساعتها ده اللي هيؤدي الى حدوث الكانسر. هم قسموا في كتب وفي مراجع كبيرة العلماء قسموا الكوزس اوف كانسر، خدوها بتسلسل منطقي شوية اللي هي نظرية سموها المالتي ستيب ثيوري اوف كارسينوما او اوف نيوبليزيا. دي كل فكرتها ان انت بتبدأ الاول ان بيبقى في انيشيشن، وبعد كده بتحصل بروموشن، وبعد كده بيحصل بروجريشن، كويس؟ احنا المفروض اللي هنتكلم عنه عن ازاي الاسباب المختلفه ازاي هتعمل انيشيشن، هو ده المفروض ده دورنا في الايتيولوجي اوف كانسر، تمام؟ طيب خلينا نتفق ان الاسباب هم حاجات كتيره جدا، تمام؟ كل الحاجات دي يربطها في الاول اساس مشترك ان هم كلهم بيأثروا على الجينيتكس بتاعه الخليه. بمجرد زي ما قلنا ما مؤثر ينجح ان هو يعمل تغير جيني في الخليه، يبقى انت كده بتتكلم عن مؤشر لنيوبليزيا. طيب خلاص، يبقى كل الاسباب بتشترك في الاساس الجيني. طب الاسباب دي ممكن نقسمها لايه؟ الاسباب دي احنا ممكن نقسمها ممكن فيزيكال كوزس، ممكن كيميكال كوزس، ممكن بيولوجيكال كوزس، وهنحاول نتناول الاسباب دي ونعرف ايه تاثيرها على الجينيتكس. بس قبلها
عايزين نعرف نظرة عامة وسريعة عن ايه ممكن في الجينيتكس يتغير كويس اللي هيؤدي الى حدوث كانسر. طيب في الأول في أساسيات لازم نبقى عارفينها عشان اللي حابب يقرأ أو يتوسع في الموضوع يبقى فاهم وملم يعني أول حاجة إيه هو الجين؟ هو مكان على الـ DNA بيمثل function. طيب genetic material عندنا بتجيلنا إزاي؟ بتبقى inherited، يعني بتبقى عبارة عن combination of the genetic material بتاعت each parents. خلاص الـ combination ده اللي احنا بنورثه ده هو الجينوتايب بتاع الإنسان. خلاص طيب الجينوتايب ده ممكن يحصل له اكسبريسد لفينوتايب. الفينوتايب ممكن يبقى عبارة عن اورجانيزم بودلي ستراكشر او فيزيولوجيكال بروسيس او بيهيفير. خلاص ايه الفرق بقى ما بين الجينوتايب والفينوتايب؟ الجينوتايب او الجينيتك ماتيريال هي مشتركة في كل الخلايا في الجسم. احنا عندنا كام نوع من الخلايا في الجسم؟ عندنا 200 نوع من الخلايا في الجسم كلهم نفس الجينيتك ماتيريال. طيب مش كل الجينوم بيتمثل في كل خلية، أجزاء معينة على حسب ال special، يعني الخلايا ال special في حاجة معينة، فالجين اللي فيها المسؤول عن function بتاعتها هو اللي يتمثل. فمثلا خلايا الليفر بتبقى الجينات اللي ليها الفانكشن بتاعت الليفر بس هي اللي بتتمثل. خلاص بيبدأ امتى التمييز بتاع الخلايا ده؟ الخلايا الأول كانت بتبقى زيجوت واحد نفس الجين كله جينيتك ماتيريال واحدة، وبتبدأ تنقسم لحد لما في مرحلة البلاستوسيست. خلاص بتبدأ في ستيم سيلز، خلاص يحصل لها سبيشاليزنج، خلاص اللي هي يبدأ الخلايا مش كل جينوم يحصل له اكسبريس خلاص وتبقى سبيشال. طيب ايه هو بقى الجين اكسبريشن ريجوليشن اللي هو ال different kinds of cells بي express different parts of genome؟ خلاص يعني مش كل اجزاء الجينوم بيحصل لها اكسبريس في كل انواع الخلايا. بس ايه اللي بيعمل ريجوليشن للجين اكسبريشن؟ خلاص عندنا حاجات زي الابستاتيك جينز اللي هي اللي باختصار ان جينز الاكسبريشن بتاعها هيأثر على اكسبريشن جينز تاني. خلاص وعندنا حاجات زي النون كودينج ار ان ايه. خلاص واللي يهمنا النهارده اللي هي الابيجينيتكس. ايه هي الابيجينيتكس؟ هي كيميكال موديفيكيشنز سبيسيفيك للجينز او الجين اسوسييتد بروتينز اللي هي الهيستونز. خلاص الكيميكال موديفيكيشنز ما بتأثرش في الدي ان اي سيكونس او في الجينوتايب، هي بتأثر بس في الاكسبريشن بتاعه ان هو يتحول لفينوتايب. خلاص طيب بتبقى زي ايه امثلتها؟ خلاص زي الدي ان اي ميثايليشن او دي ميثايليشن او الهيستون استايليشن. خلاص في فوسفوريليشن وفي اضافات بروتين معينه، بس اكتر حاجات الدراسات ركزت عليها هي الميثايليشن والاستايليشن. ميثايليشن للدي ان اي والاستايليشن للهيستونز. بس الميثايليشن باختصار ان انت تضيف ميثايل جروب، فال ال اللي هي برضو السيتوزين ميثايليشن اللي هي ان انت تضيف ميثايل جروب على السيتوزين، فده يتحكم في هل الجين ده هيحصل له اكسبريس ولا هيبقى سايلنس، يعني هيترجم ولا لا. خلاص والهيستون استايليشن هي هتتحكم في هل ال دي ان اي ستراند هتبقى تايت على الهيستون فهيبقى الوصول ليه صعب فمش هيحصل له اكسبريشن، او هيبقى ال لفته حوالين الهيستونز يعني مور وايد فهيبقى الوصول ليه سهل فيحصل له اكسبريشن. طيب بعد ما أخدنا نظرة عامة وسريعة عن الجينيتكس وعن الأجزاء اللي تهمنا في موضوعنا النهاردة النيوبليزيا، عايزين بقى نسقط الكلام على موضوعنا النهاردة. عايزين نعرف إزاي الكوزيس ممكن تعمل تغيرات في الجين إكسبريشن فبالتالي في النهاية تؤدي إلى نيوبليزيا. طيب احنا عشان نقسمهم تقسيمة كويسة نقدر نقسمهم إلى نون دي إن إيه موديفيكيشن ودي إن إيه موديفيكيشن. النون دي ان اي موديفيكيشن هي باختصار زي ما كان فواز بيقول ان هي تغيرات في حاجه تانية غير الجينوتايب او غير الجينات نفسها، بس هي في النهايه ممكن تؤدي الى حدوث كانسر. حلو. والدي ان اي موديفيكيشن هو تغير بقى في الجينز نفسها.
اللي هي ممكن نقدر نقول تتمثل في ميوتيشنز. النون دي ان اي موديفيكيشنز ممكن تبقى تغير في الاي بي جينيتكس، ودي هنتكلم عنها بشيء من التفصيل، وممكن تبقى تغيرات في سيجنالينج باث واي لحاجات معينه نقدر نقول عليها مثلا جروث فاكتورز معينه، ممكن دي في النهايه تؤدي الى كانسر، وهي حاجه يعني بعيدة عن الجينز نفسها، بس هي في نهاية المطاف ممكن تؤدي إلى نيوبليزيا. طيب دي زي إيه؟ زي مثلا في عليها مثال اللي هي الـ SOCS2 اللي هو Suppression of Cytokines Signaling 2 اللي خاصة ببعض الجروث فاكتورز زي مثلا الـ GH receptors أو مثلا بالإنسولين لايك جروث فاكتور ريسبتورز برضو. دي عندنا صورة توضيح ليها باختصار، إن مفروض الـ COCS دي فاميلي من الموليكيولز او من مركبات موجوده في الخليه، دي زي ما تعمل سبريشن للريسبتورز عشان تقول زي ما كانها بتقول كفايه، كانها بتقول الخليه بتقول كفايه انا مش عايزه جروث فاكتورز جديده. فلو حصل ان في ماده كيميائيه تدخلت مع السبريشنز دول، المواد اللي بتعمل سبريشن، فبالتالي انت كده مش هتعرف تعمل نيجاتيف فيدباك توقف بيها الجروث فاكتور اللي بيحصل، فبالتالي هتستمر الخليه في الان كنترولد والان ليميتد ريت اوف جروث. وده من ضمن تعريف نيوبليزيا، او ده اللي هيؤدي قد يؤدي في نهايه المطاف الى حدوث نيوبليزيا، ودي مثال عليها للي حابب يبحث في الموضوع ده. تمام، بعد كده عايزين نتكلم بقى عن التغيرات في الابيجينيتكس وازاي برضو في الدي ان ايه موديفيكيشن. طيب الابيجينيتكس زي ما فواز قال هي المواد اللي هي ممكن تعمل ريجوليشن للجين اكسبريشن اللي موجود في الخليه. تمام، طيب ففي حاجه مصطلح جديد ظهر اللي هو الكانسر ايبيجينيتكس، ده الاستدي للايبيجينيتك موديفيكيشنز للدي ان ايه اوف كانسر سيلز، وده ما بيتضمنش شينج في النيوكليوتايد سيكونس. كويس، يعني ما بيتضمنش شينج في الجينوتايب اتسلف، بس بدلها بيحصل تغير جيني، واحنا بنتك على الكلمه بنقول تغير جيني عموما، لان زي ما قلنا ممكن تكون في الدي ان ايه سيكونس نفسه، ممكن تكون بشكل اكبر واوسع في الايبيجينيتكس او في الحاجات المسؤوله عن الريجوليشن للجين اكسبريشن. طيب الحاجات دي بقى لاحظوا بقى مؤخرا في دراسات مهمة ان الحاجات دي ممكن تكون اهم بل واكثر تكرارا كمان من التغيرات في الجين نفسه في الدي ان اي سيكونس. لاحظوا ان قصاد كل حالة نيوبليزيا نتجت من ميوتيشن يعني تغير صريح في الدي ان اي سيكونس، في قصادها حوالي 10 حالات نتجت من تغيرات في الابيجينيتكس. كويس، فعشان كده بنقول تغير جيني مش مجرد طفره، مش مجرد ميوتيشن. طيب احنا في النهايه بقى بنقول ان في عوامل كتيره جدا هتؤدي الى حدوث بقى التغيرات زي التغيرات البيئيه والتغيرات اللي هي الاسباب المعروفه للكانسر اللي هنتكلم عنها. عايزين نعرف باختصار جدا على مستوى الخليه او على مستوى الايبيجينيتكس هي ممكن تعمل ايه. كل اللي هنتكلم عنه هي احنا هنقول بس مجرد عناوين، وكل نقطه في وراها مقالات ودراسات وابحاث كتيره جدا اللي حابب يتوسع. اول نقطه منهم اللي هي السي بي جي ايلاندز، ان هي يحصل لها ميثايليشن سواء هايبر ميثايليشن او ممكن تتفك الميثايليشن عنها فيحصل دي ميثايليشن. دي زي ما الصوره كده تظهر عندنا، احنا عارفين ان في الدي ان ايه في سي جي ايلاند او بيتقال عليها سي بي جي ايلاند، يعني تتابع السي والجي ورا بعض. دي بمنتهى البساطه الميثايليشن بتاعها ممكن يكون مسؤول عن الاكسبريشن لجين معين، خصوصا لو كان في حته البروموتر ريجنز. كل الدراسات قالته مؤخرا ان لو حصل ميثايليشن في البروموتر ريجنز ده هيؤدي الى سبريشن للجين. فالسبريشن للجين ده هل ممكن يؤدي لحدوث كانسر؟ لو حصلت في جينز مهمه جدا زي التيومر سبريسور جينز. التيومر سبريسور جينز دي الجينات اللي بتطلع بروتينات مسؤوله ان هي توقف نشاط الخليه السرطاني او نشاط الخليه الخبيث، ودي مثال عليهم التي بي 53. كويس، طيب وفي حاجات تانية عندنا برضو اللي هي بنسميها الأونكوجينز، دي هنتكلم عنها قدام من في حتة الدي ان ايه موديفيكيشنز، بس اللي هنا كل اللي عايزين نقوله ان ممكن برضو يحصل لها ميثايليشن او دي ميثايليشن، ده يؤدي الى ظهور عوامل هي ما كانتش بتظهر في الخلايا، يؤدي الى اكسبريشن لجينز هي ما كانش بيحصل لها اكسبريشن زي الابيديرمال جروث فاكتور ريسبتورز او الفاسكولار جروث فاكتور ريسبتور برضه اللي هي الفاسكولار اندوثيليوم جروث فاكتور ريسبتورز، دي هتؤدي برضه لنمو ان كنترولد وان ليميتد، ممكن في نهايه المطاف يؤدي لحدوث كانسر. كويس، طيب في عندنا برضه حاجات تانية برضه هنتكلم عنها باختصار خالص زي الهستون اسيتايليشن وميثايليشن، ودي
وكمان المايكرو ار ان اي. دي كل فكرتها ان انت برضو بتتكلم على مستوى مختلف عن الدي ان اي سيكونس، بتتكلم عن تغيرات تانية ممكن تؤدي الى زيادة اكسبريشن لجينز عن الوضع الطبيعي بتاعها. كويس، زي مثلا الصوره دي بتورينا ان اللي على الشمال ده اللي هو الكلوزد كروماتين، ده عباره عن ان الهيستون قافل على الصفات عادي جدا، اللي هي ما كانش مفروض في حتت ما كانش بيحصل لها اكسبريشن، بس اول ما حصل له اسيتايليشن نتيجه بقى العوامل الخارجيه اللي ممكن تؤدي الى كانسر، ده خلاه ريلاكسد كروماتين، فده ادى ان هو يحصل له ترانسكريبشن، فده ممكن في النهايه يؤدي الى نيوبليزيا. طيب والمايكرو ار ان ايز دي ايه فكرتها؟ دي فكرتها ودي اللي قايم عليها العلاج الحديث للكانسر، دي نقطة مهمة جدا للي حابب يتوسع فيها. دي عبارة عن قطع صغيرة من الار ان ايه هي ممكن تكون مسؤولة عن ان هي يحصل انتراكشن بينها، وبين الجينيتك ماتيريال، او على وجه التحديد الام ار ان ايه ماتيريال اللي ممكن تنتج عن جينات تؤدي لحدوث كانسر. فمجرد ما انت عملت تدخل معها بالمايكرو ار ان ايه فانت كده ممكن توقف عمل الجين ده كويس، او توقف الام ار ان ان هو يحصل له ترانسكريبشن الطبيعي بتاعه. تمام، طيب في بقى صوره بتلخص الحوار ده، دي بمنتهى البساطه بنقول ان في عوامل خارجيه ممكن تعمل سبريشن للمواد اللي بتعمل ريجوليشن في الدي ان اي سيكونس، فمجرد ما الماده دي تتداخل مع المواد اللي بنقول عليها كويس، ده ممكن يؤدي في النهايه لحدوث ترانسكريبشن لحاجات ما كانش بيحصل لها ترانسكريبشن. فملخص الحوار ان بيحصل تغير، سواء بقى التغير ده خاص بالدايت او انفايرمنتال فاكتورز او الحاجات اللي هنتكلم عنها، ده هيؤدي الى ريبريسور، يعني هيعمل سبريشن لماده معينه، فدي هتحفز ماده اخرى ان هي تظهر كويس، فده في النهايه هيؤدي الى ظهور صفه جديده الخليه ما كانتش بتتصف بيها، فممكن الحوار ده يؤدي بالنهايه الى نيوبليزيا. طيب الـ DNA modification ممكن نختصره في كام نقطة رئيسية صغيرة، إن بيبقى عندنا أصلا في الخلية في مصطلح اللي هو اسمه بروتو أونكوجين، دي عبارة عن جينات هي ممكن تؤدي إلى حدوث نيوبليزيا لو حصل لها اكتيفيشن. الاكتيفيشن ده زي ما قلنا إن هي ممكن بالإبيجينيتكس وبالطرق التانية اللي اتكلمنا عنها، أو ممكن بيبقى بميوتيشن فيبقى DNA modification فتتحول إلى أونكوجين. كويس؟ طيب دي زي ايه؟ زي ال RAS اللي هو معروف براس، او WNT او TRK او ERK، وكلهم نقط شيقة للبحث، او ال MYC اللي هو اتربط بنوع معين من الكانسر اللي هو الباركت ليمفوما. تمام، طيب وممكن كمان يحصل مع الجينات اللي هي المسؤولة اصلا عن ميكانيزمات الدفاع، زي ما قلنا ان الجسم عنده مقاومات للدفاع اللي هي الجين المسؤول عن الابوبتوزيس او الريبير اوف دي ان ايه. تمام، وفي كمان مصطلح ظهر حديثا اللي هو الجين امبليفيكيشن، اللي هو ان ازاي ممكن تغيرات خارجيه تؤدي الى زياده من نسخ الجينات، او ان ازاي جين ما بيحصلوش ترانسكريبشن بالطريقه المثاليه تؤدي الى زياده او تضاعف الجينات الموجوده من نسخ الجين ده. تمام، وعندنا ده جدول بيدينا امثله لازاي ميوتيشنز معينه تعمل كانسرز معينه، زي مثلا الجروث فاكتورز او الميتوجينز ازاي تقدر تعمل جلايوبلاستوما او فايبروساركوما او اوستيوساركوما عفوا او ميلانوما. طيب وممكن كمان ال DNA modification ده ممكن يكون طيب وقلنا كمان ان ال DNA modification ممكن يكون inherited، يعني ان في رصدوا بعض الميوتيشنز المعينه ممكن تكون متوارثه تساهم او تبقى ريسك فاكتور لحدوث نيوبليزيا، زي ال BRCA1 المشهور ببركا، او BRCA2 او TP53، كل الجينز دي اللي هي بتبقى مرتبطه مثلا بتيومر سبريسور جينز او مواد معينه بتعمل ريجوليشن في اورجانس معينه ممكن في النهايه تؤدي بيها لحدوث نيوبليزيا، اشهرهم ال BRCA1 وارتباطه بالبريست والاوفيريان نيوبليزيا. طيب بعد ما باختصار حاولنا نفهم الاساس الجيني للتغيرات ممكن ازاي تعمل نيوبليزيا، عايزين بقى نمسك الاسباب بعد ما خلاص فهمنا هي ازاي ممكن تعمل نيوبليزيا. اول حاجه الفيزيكال كوزز، ناخد اول واحده منهم اللي هي الراديشن. تمام، بنقول ان الراديشن ايا كان مصدرها، سواء كانت الترا فايلوت ريز جايه من السان لايت، او اكس ريز، او نيوكليير فيجن، او راديو نيوكلايدز، دي ممكن تبقى يعني تم اثباتها ان هي كارسينوجين.
طيب هل معنى كده ان اي اشعاع كارسينوجين؟ لا طبعا، لان احنا في حياتنا يعني الحراره اشعاع عموما، الضوء، المصباح، اي كل ده يتقال عليه راديشن. بس الفكره ان هو الراديشن اللي ليه طاقه عاليه. اشمعنى الراديشن اللي ليه طاقه عاليه؟ لانه هيتعامل على المستوى الجزيئي، ان هو يقدر يحرر الكترونات، يحرر جزيئات معينه، يعمل تغير في تركيب الجزيئات، يعمل مولكيولار تشينجز، هي في النهايه تؤدي الى حدوث نيوبليزيا. كويس. وبالذات ان هم ربطوا الراديشن بان هو يعمل دبل ستراندد دي ان ايه بريكس، اللي هو زي ان هو يعني يعمل بريك على شريطين الدي ان ايه. فدي حاجه تبقى يعني كبيره للخليه، تقدر تعمل ميوتيشن كبيره او تعمل تغير جيني كبير، ده في النهايه يؤدي الى حدوث نيوبليزيا. وكمان لاحظوا ان الراديشن يعني هو مرتبط دايما بالانيشيشن في النيوبليزيا، وممكن يقعد سنين عمال ما يظهر الكانسر اللي هو هيعمله. كويس. عشان كده دايما في دراسات وابحاث كتيره ربطته ان هو يبقى سكند مالجنت نيوبلازم، ان السكند مالجنت نيوبلازم بتظهر من الراديشن، بمعنى ان هو حد كان بيتعالج مثلا بالاشعاع من زمان لما كانوا بيعالجوا النيوبليزيا بالاشعاع، فيجي بعدها بسنين تظهر في الاماكن المجاوره للحته اللي كان بيتعالج بيها يظهر كانسر نتيجه الاشعاع اللي هو اتعرض له. تمام. طيب بعد كده عايزين نتكلم برضو عن ازاي الفيزيكال اريتيشن والانفلاميشن يقدر يعمل نيوبليزيا. احنا بنقول ان البرولونجد اريتيشن كويس، ده ممكن يعمل انفلاميشن. طيب والانفلاميشن لو بقى كرونيك، دراسات كتيره وابحاث ربطته ان هو بيزود نسبه حدوث ان هو يعمل ديفلوبينج كانسر. تمام. طب ده ممكن نفسره ازاي؟ ده نفسره بمنتهى البساطه ان الانفلاميشن ده بروسيس كبيره جدا معقده. كويس. فيها ستيبس كبيره جدا بتؤدي لزياده مواد كتيره تطلع من الخليه زي السيتوكينز والكيموتاكتكس، وتؤدي الى تعمل ريكروتمنتس لخلايا كتيره في الجسم وتموت وتنقسم وهكذا. فكل الانقسامات وعدم الاستقرار اللي بيحصل ده ممكن يزود التشانس فعلا ان هو يحصل كانسر. حلو. وبرضه في بعض المواد والماتيريالز اتربطت بعينها كده ان هي كارسينوجينز، زي المواد الكيميائيه زي الفينايل كلورايد والارسينيك والنيكل والكروميوم والمبيدات الحشريه والمبيدات الفطريه. كويس. ومواد تانية غيرها كتير اتربط ان التلوث بيها في مكان العمل وفي البيت، كل ده ممكن يؤدي يزود نسبه حدوث النيوبليزيا. وزي برضو ماده اللي هي اسمها بالعربي الحرير الصخري اللي هي الاسبس توز، دي اتربطت بحاله اللي هي الاسبستوزس. دي ماده بيؤدي استنشاقها بالذات في اللي كانوا بيشتغلوا في المناجم بتاعتها، ان هو يعمل انفلاميشن في اللنج، يعمل على المدى البعيد يعمل كانسر. فهي ارتبطت بالاسم كده الماده دي ان هي بتعمل لنج كانسر. طيب وهنتكلم عن السموكينج كفيزيكال كوز للكانسر. بس السموكينج من ضمن آلاف المركبات اللي بتخش الرئة مع السموكينج، في منهم 60 well established carcinogens، يعني مركبات احنا متأكدين ان هي بتسبب كانسر. بتسبب كانسر ازاي؟ عن طريق اللي احنا قلناه قبل كده في الصقر شرحه، يا اما المواد نفسها بتعمل covalent bonds between ال carcinogens في ال DNA، يا اما الميتابلايت بتاعها هو اللي بيعمل موديفيكيشنز في الابيجينيتكس او ميوتيشنز خلاص في الانكوجين او التيومر سبريسور جينز خلاص، وده اللي بيسبب لوز اوف نورمال جروث كنترول ميكانيزم اللي بينتج في الاخر الى كانسر. خلاص. ده زي ما قلنا يعني في البف الواحده من آلاف المركبات في 60 well established carcinogen متأكدين إن هي بتعمل كانسر. طيب الكيموتوكسينز خلاص، في على اليمين ده تصنيف عملته الـ International Association for Research of Cancer، خلاص ده classification للكيموتوكسينز. جروب 1 هي حاجات احنا متأكدين إن هي carcinogenic، خلاص. جروب 2A دي حاجات احتمال بنسبة 70% ان هي تبقى تسبب كانسر. وجروب 2B ده تقريبا 30%. جروب 3 ده احنا مش ما عندناش اي ادلة ان هي بتسبب كانسر. وعلى الشمال جدول في بعض الكيميكالز والكيميكال جروبس وتصنيفها بال IARC خلاص، وايه الكانسر اللي هي بتسببه بالظبط.
طيب، وعايزين نكمل برضو في الكيميكالز، الكيميكال كوزس للنيوبليزيا. في الفري راديكالز والدايركت والاندايركت كارسينوجينز. الفري راديكالز دي فكرها قريب جدا من فكر الراديشن بعد ما فهمنا الاساس خلاص. دي هي عبارة عن مواد غير مستقرة في التركيب الجزيئي بتاعها، الموليكولار فورم بتاعتها، فبالتالي هي بتغير التركيب الجزيئي برضو للجينيتك ماتيريال اللي موجوده في الخليه، سواء ايبيجينيتكس او سواء الجينيتك سيكونس نفسه. طب الفري راديكالز دي بتيجي من ايه؟ هي بتيجي اصلا نتيجه للميتابوليزم العادي وبتزيد مع التقدم في السن، عشان كده ممكن يبقى الايجنج ريسك فاكتور، وبتيجي من اليو في لايت، وبتيجي من الانفلاميشن، بتيجي من التلوث، بتيجي من السموكينج، بتيجي من حاجات كتيره جدا. تمام. وبعد كده في عندنا تقسيمه برضو مهمه اعتمدتها الكتب، في عندنا الكيميكال كارسينوجينز، في الدايركت اكتنج، وفي الاندايركت اكتنج كارسينوجينز. الدايركت اكتنج كارسينوجينز دي مواد كيميائيه هي متصنفه على طول ان هي كارسينوجين، يعني بتعمل نيوبليزيا على طول من تلقاء نفسها مجرد وجود الماده دي. اشهرهم الالكالايتنج ايجنتس، كويس، ودي استخدمت كمان في العلاج على نفس المبدا، لانها زي ما هي بتبوظ الجينيتك ماتيريال الموجوده في الخلايا السليمه، فهي ممكن برضو تبوظ الجينيتك ماتيريال في الخلايا السرطانيه، فبالتالي استخدموها برضو في العلاج اللي هي الالكالايتنج ايجنتس بس. وفي الاندايركت اكتنج الاندايركت اكتنج كارسينوجينز دي هي برضو نقدر نقول عليها برو كارسينوجينز. ليه؟ لانها مواد مجرد ما يحصل لها ميتابوليزم بتزود التشانس ان هي تعمل نيوبليزيا. طب ويحصل لها ميتابوليزم، اشهر مواد نتهمها بالميتابوليزم ان هي تعمل النيوبليزيا، او ايه اللي يعمل لها ميتابوليزم بالظبط، هو السيتوكروم بي 450 اللي هو الموجود في الليفر، كويس. ده مجرد ما بتعمل ميتابوليزم لبعض المواد زي الهيدروكربون، زي الاروماتيك امينز، زي النيتروزامينز، دي بتزود بقى الشانس ان هي تعمل كانسر نيوبليزيا. طيب الاميون ديس اوردرز ازاي ممكن تسبب كانسر؟ باختصار الاميون ديس اوردرز اللي تسبب كانسر هي الاوتو اميون ديزيز لسببين. اول سبب ان الاوتو اميون ديزيز زي ما سار قال انفلاميشن ازاي ممكن تسبب كانسر، والاوتو اميون ديزيز هي بتسبب انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن، ده اللي بيسبب فيزيكال اريتيشن يسبب كانسر. والتاني سبب ان الميديكيشن اللي احنا بناخدها للاوتو اميون ديزيز بتوقف اهم حاجه من عوامل الدفاع بتاعه الجسم ضد الكانسر اللي هي التيومر نكروزيس فاكتور الفا، اللي هو من اكبر العوامل الدفاعيه للجسم ضد الكانسر، وهو في نفس الوقت هو المتهم الرئيسي في حاجات زي الروماتويد ارثرايتس، في اللي هو اللي بيسبب اضرار للجسم. فالميديكيشنز بيبقى تيومر نيكروزيس فاكتور الفا سبريسرز، دي بتوقف دفاعات الجسم ضد الكانسر. الهرمونال كوزس الدراسات فيها لسه بتتعمل، وبتقول ان تعرض البرولونجد للاستروجين، خلاص الاستروجين بالذات من الهرمونز هو تعرض ليه كتير، سواء بسبب يعني حصل بيوبرتي بدري او المينوبوز اتاخر، خلاص التعرض الزياده للاستروجين ده بيبقى ريسك فاكتور للكانسرز، خلاص بس الطريقه بالظبط ازاي لسه مش معروفه. خلاص وفي حاجات تانية زي الهرمون سينستيف كانسر زي البريست كانسر والاوفيريان كانسر والاندوميتريال في اليوترس كانسر، خلاص والبريستيت كانسر دي بتبقى خلايا حصل لها كانسر، الخلايا دي عليها ريسبتورز لهرمونات معينة زي البروجسترون والاستروجين، خلاص فالخلايا دي بتبدأ تتغذى على الهرمونات دي وتخلي الديفلوبمنت بتاع الكانسر أكتر، فكل ما كان الهرمون أكتر كل ما كان الديفلوبمنت بتاع الكانسر أكتر، فمن كده جه تسميتها هرمون سينستيف كانسر. الموضوع ده فيه، لا مش موضوع أدب، الموضوع الكلام اللي بنقوله. في برضو البيولوجيكال فاكتورز، في حاجه اسمها الانكوجينيك اورجانيزمز اللي هي دي اورجانيزمز او كائنات ربطوها بحدوث الكانسر. دي في هي بكتيريا واحده اللي هي الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري، وفي الانكوجينيك فيروسز ليهم نوعين، في الدي ان اي انكوجينيك فيروسز وفي الار ان اي انكوجينيك فيروسز. هنتكلم
ال RNA ال RNA oncogenic viruses دي منها ال هو واحد بس المشهور او المعروف اللي هو ال HTLV1 اللي هو human T cell lymphotropic virus. ده كل فكرته ان هو بيستهدف الليمفوسايتس التي سيلز تحديدا وبيطلع بروتين خاص بيه مشهور اسمه التاكس جين، بيعمل التاكس بروتين ده بيتدخل مع الترانسكريبشن وبيعمل انهيبيشن للتيومر سبريشن التيومر سبريسور جينز اللي هي التي بي 53 كويس، وبيطلع سايتوكينز وميديوليتورز تانية بتخلي الخلايا تنقسم فتبقى نشاطها مشابه لنشاط الخلايا السرطانية. طيب الأونكوجينيك فيروسز هي مسؤولة عن من 15-20% من الهيومن كانسرز. دي هي أنواعها اللي بتسببها، واللي يهمنا منها هي الهيومن بابيلوما فيروس. بس هو الهيومن بابيلوما فيروس هو فيروس بيصيب الاندوسيليا. بس هو عبارة عن 70 نوع من الفيروسز. في منه الانواع اللي بتسبب بناين تيومر اللي هو بيبقى عباره عن بابيلومس او بنسميها راتس خلاص، وفي منه اللي بيسبب مالجنانت تيومرز زي بيسبب 95% من السيرفايكال كارسينوما و70% من الاوروفارنجيال كارسينوما، وفي انواع تانية من الكارسينوما برضو بيسببها و بس كده. بعد كده في الاتش بايلوري بكتيريا. دي بكتيريا اصلا بتبقى موجوده عندنا في الجاستريك، بس بتبقى مسؤول عن الاتش سي ال في الجاستريك. هو بيقدر يتغلب عليها، ساعات ممكن تسبب انفكشن خلاص، وساعتها بتسبب حاجات زي البيبتيك ألسر، وممكن تطور كانسر او جاستريك كانسر خلاص. بس كده ونكون احنا تناولنا كل الأسباب. سألينا من المولى عز وجل، تكونوا فهمتوا. السلام عليكم، أنا رحمة عمر، وإن شاء الله أتكلم معاكم النهاردة عن الريسك فاكتورز فور كانسر. مبدئيا كده مش من السهل ان احنا نقدر نحدد ليه شخص ممكن يجيله كانسر وشخص تاني لا، عشان كده في ريسيرشز كتير اتعملت في الابيدرميولوجي ستادي. من خلال الاستاذ دي قدرنا نحدد بعض الريسك فاكتورز اللي ممكن تزود الانسيدنس اوف كانسر، والفاكتورز دي ممكن نقسمها لحاجتين: فاكتورز كان نوت بي كنترول زي الايدج والفاميلي هيستوري، ودي حاجات جيناتك اكتر وصعب ان احنا نتحكم فيها، وفاكتورز كان بي كنترول زي سموكينج وراديشن، ودي حاجات ممكن نقدر نحمي نفسنا منها عن طريق البريفنشن. اول فاكتور هتكلم عنه هو الايدج. Age is the most important risk factor for cancer، وده شيء منطقي جدا لان كل ما الشخص بيزيد في العمر كل ما بيزيد الاكسبوجر للراديشن والسموكينج والانهيلث هابت، وكل ما مناعة الشخص بتقل بمرور الوقت. من خلال الدراسات اللي موجوده قدامنا دي وجدوا ان الميديان ايج فور كانسر دايجنوزيس از 66 year، وده معناه ان معظم حالات الكانسر بتحصل فوق وتحت السن ده، بس ده ما يمنعش ان كانسر كان بي دايجنوزد ات ان ايج، وان اي شخص ممكن يجيله كانسر سواء كان صغير او كبير. تاني فاكتور هتكلم عنه هو الكحول. شرب الكحول بيزود من الريسك فاكتور للكانسر، وده لان بمجرد ما الكحول بيدخل للجسم بيتحول لمادة الاسيتالدهايد، ودي مادة كيميائية بتدمر دي ان ايه الموجود في السيلز. كمان الكحول بيعمل خلل في الاميون سيستم وبيعمل سبريشن للاميون سيلز، وبالتالي الكانسر سيلز هتقدر تنمو وتتطور بشكل طبيعي. ووجدوا ان الريسك فاكتور بتاع الكحول بيزيد اكتر واكتر عند الاشخاص اللي بيستخدموا الكحول والسموكينج مع بعض، وده لان زي ما احنا عارفين ان الكحول مادة ايريتنت، وبالتالي هتسهل دخول الكيميكالز للجسم بسهولة. ثالث فاكتور هتكلم عنه هو السموكينج. بتزيد احتمالية الاصابة باللنج كانسر من 10-20 ضعف في السموكرز، وكانوا زمان بيعتقدوا ان السموكينج ليه علاقة باللنج كانسر فقط، بس مؤخرا اكتشفوا ان السموكينج ليه علاقة بجميع انواع الكانسر عموما، وده لان اثناء التنفس بدل ما الاكسجين يرتبط بريد بلاد سيلز السموك هو اللي بيرتبط بريد بلاد سيلز، وبالتالي نسبة الاكسجين هتقل بنسبة كبيرة جدا في الجسم، وبالتالي ده هيعمل خلل في الفانكشن بتاعة السيلز. رابع فاكتور هتكلم عنه هو الكرونيك انفلاميشن. زي ما احنا عارفين ان الانفلاميشن ده نورمال فيسيولوجيكال ريسبونس بتحصل من الانجري تيشو عشان يحصل عمليه الهيلينج، بس في الكرونيك انفلاميشن الانفلاماتوري بروسيس بتحصل بدون وجود اي اصابه، وده بيبقى اوتو اميون ديزيز، يعني بيحصل اب نورمال اميون رياكشن للنورمال تيشو، الجسم بيهاجم نفسه وبعد مرور الوقت ده بيدمر الدي ان اي وبالتالي بيسبب الكانسر. زي مثلا الكرونيك انفلاماتوري باول ديزيز اللي ممكن يزود الريسك فاكتور للكولون كانسر. اخر فاكتور هتكلم عنه هو الكانسر كوزنج سبستنس.
في بعض المواد اللي موجوده في البيئه حوالينا ممكن تزود الكانسر، وده لان المواد دي بتدمر جينز معينه في الجسم وبالتالي بتعمل خلل في الفانكشن بتاعه السيلز. والان تي بي اللي هي ناشونال توكسيكولوجي بروجرام عملت ريبورت على اكتر من 500 ماده ممكن تزود الريسك فاكتور للكانسر زي الزرنيخ والبنزين والكادميوم وغيرها من مواد كتير قوي، بس مش دايما التعرض للمواد دي ممكن يسبب كانسر، يعني دي بتاثر عليها بعض الفاكتور زي مثلا مده وكميه التعرض للماده دي، كمان الجين باك جراوند ده ممكن ياثر، يعني مثلا لو الشخص ده عنده فاميلي هيستوري في شخص قبل كده مصاب بالكانسر ده كده هيزود الريسك فاكتور لو هو اتعرض للماده دي. فالفاكتور دي بتعرف لنا لو كانت الماده دي مجرد ريسك فاكتور او دايركت كوز للكانسر. السلام عليكم، انا رنيم وهكمل الريسك فاكتور. الريسك فاكتور اللي عندنا بعد كده الهرمونز. الانسولين ده جروب من الفيميل سكس هرمونز اللي على الرغم من ان ليها فيسيولوجيكال رول مهم في الفيميل وفي الميل، بس لو ان بتزود الريسك للكانسر بنسبه كبيره سواء كانت اكسوجينس او اندوجينس. اكسوجينس ده بيكون في المينوبوز، في وومن بتحب تاخد المينوبوزا ثيرابي هرمونز، دي كومباينيشن من البروجستيرون والاستروجين بتكون مصنعه طبعا، فلو ان دي بتزود الريسك للبريست كانسر بنسبه كبيره. اندوجينس ده البروجستيرون والاستروجين اللي الاوفري بتاعنا بيعمل له سكريشن عادي، بس لما بتزيد الفتره اللي الفيميل بتتعرض فيها للهرمونات دي ده اللي بيدخلها في ريسك. طب بتزيد الفتره ليه؟ مثلا المينستريشن بدات بدري او المينوبوز جه متاخر او هالفيرست بريجننسي كانوا هي كبيره. الريسك فاكتور اللي بعد كده الاميونو سبريشن. الناس اللي بتعمل اورجان ترانسبلانت بتاخد ميديكيشن عشان تعمل سبريشن للاميون سيستم عندهم في الجسم عشان الجسم ما يعملش ريجكشن للاورجان، لان بالنسبه للجسم الاورجان ده فورين بودي، فقلت المناعه الجسم ما عادش قادر تو ديتكت او ديستروي الكانسر سيل، حتى مش قادر يحارب اي بكتيريا او انفكشن ممكن تحصل تسبب لي كانسر ولا انفكشوس ايجنت. فالريسك فاكتور اللي بعد كده الانفكشوس ايجنت، بكتيريا، فيروس، باراسايت، ايا كان في انواع معينه منهم ممكن تسبب لي كانسر. في انواع بتعمل ديسربت للسيجنلز اللي بتخلي السيل يحصل لها جروث وبروليفريشن كوركتلي، في انواع تانية بتسبب انفكشن، فالانفكشن هتضعف الاميون سيستم في الجسم فده طبعا كان ليد تو كانسر، او تسبب كرونيك انفلاميشن، وزي ما رحمه قالت الكرونيك انفلاميشن كان ليد تو كانسر. ثواني يا جماعة. الوباسيتي، اما بتزيد الفات تيشو في الجسم ده الفات تيشو دي بتبدأ تعمل سكريشن لهرمونات زي الانسولين والانسولين لايك جروث فاكتور او السكس هرمونز، فده كله بيكون ريسك كبير جدا للكانسر. فالهيلثي لايف ستايل مع الهيلثي دايت وان الشخص يكون فيزيكلي اكتف ده بيحميه من امراض كتير منها الكانسر. اخر ريسك فاكتور الراديشن. في راديشن الامواج الطوليه بتاعته بتكون الانرجي بتاعتها هاي قوي لدرجه اللي ممكن تسبب دامج للدي ان اي زي الاكس راي او الجاما راي، فده كله بيكون ريسك كبير للكانسر. في راديشن ثانيه الانرجي بتاعتها بتكون قليله فمش بتكون ريسك كبير جدا للكانسر زي الراديشن اللي بيكون من الفيزبل لايت او اي راديشن بيكون من موبايلاتنا. وبكده خلصنا ريسك فاكتور في النيوبليزيا. السلام عليكم، ان شاء الله انا هتكلم معاكم عن الانكوجينيسيس. ده في العمليه دي هنقدر نشوف ازاي الخلايا الطبيعيه بتاعتنا تحولت لخلايا سرطانيه. عرفنا الاسباب اللي ممكن تؤدي للكانسر والريسك فاكتورز كمان، بس ازاي الريسك فاكتورز والاسباب دي اثرت في الخلايا نفسها وعملت فيها التشينج ده من انها تبقى نورمال لنيوبلاستيك وان؟ فده هنشوفه معانا في الانكوجينيسيس. نبدأ بالديفينيشن بتاع الانكوجينيسيس ونقول ان هي عبارة عن مالتي ستيب كومبلكس بروسيس. مالتي ستيب يعني تعمل عندي على خطوات، والخطوات زي ما واضح قدامنا ان هي تكون عبارة عن ثلاثة ستيبس. اول حاجة بتبقى الانيشيشن، تاني حاجة البروموشن، تالت حاجة البروجريشن. كومبلكس بروسيس هنشوف بعدين هي فعلا عملية معقدة، ان الخلايا تستجيب للمؤثر الخارجي اللي هو الكارسينوجين، وبعدين الكارسينوجين ده يعمل مثلا تغير في الدي ان ايه بتاعها، وان الدي ان ايه فعلا يبوظ وكده. ده عملية معقدة بتعمل على خطوات كتير. كل هدف الانكوجينيسيس ان هي تحول لي النورمال سيل لنيوبلاستيك سيل، وده بيكون تحت انديوسد باي الكارسينوجين. الكارسينوجين ده مصطلح بنطلقه على اي حاجة ممكن تعمل لي كانسر، زي ما بنقول على الباثوجين اي حاجة ممكن تعمل لي المرض.
نبدأ بأول ستيب معانا وهي الانيشيشن. بنقول ان هي فعلا first step in oncogenesis. طب ايه اللي بيحصل في الانيشيشن دي؟ بيقول ان هي بتحصل فيها genetic mutation، سواء كانت الميوتيشن اللي عندي دي acquired او inherited، سواء انا متورثة في العيلة او جايالي من بره. عايزين نعرف معلومتين كده عن الجينوم البشري قبل ما ندخل في موضوع الجينات ده شوية. احنا بنورث الجينوم بتاعنا نص المعلومات الوراثية من الاب ونص المعلومات الوراثية من الام. بكده الجين بتاعي بتعبر عنه بنسختين، النسختين دول بنقول عليهم اليل. اذا كان الجين بتاعي احتاج اليل واحد علشان يعبر عن الصفة بتاعته، فبنقول ان الجين ده بيكون دوميننت. دوميننت يعني سائد. علشان نفهم اكتر خلينا نقول قوي، قوي ويحتاج حاجة واحدة بس علشان يظهر صفته. لكن الجين الريسيسيف لما يحتاج التو اليلز عشان يعبر عن الصفة بتاعته. يبقى هو ده الفرق ما بين الدوميننت والريسيسيف. الدوميننت بيحتاج اليل واحد علشان يعبر عن الصفة بتاعته، والريسيسيف لازم ان يكون التو اليلز موجودين او التو اليلز فيهم مشكلة علشان يحصل الميوتيشن. طيب احنا قلنا في الانيشيشن ان بيحصل فيه جينيتك ميوتيشن، هل انا اي ميوتيشن على الدي ان اي هتعمل لي كانسر؟ لا. طيب مين الجينات اللي انا لو استهدفتها هتعمل لي ميوتيشن وبعدين بعد ما تعمل ميوتيشن تعمل لي كانسر؟ قال ان احنا هنروح نستهدف الجينات اللي بتأثر على سيل بروليفريشن او سيل ريجولاتوري جين، الجينات المسؤولة عن الريجوليشن بتاع السيل سايكل بتاعتي، اللي هما مين؟ الجينات المسؤولة عن الجروث اللي هي جروث بروموتينج جين بنسميها بروتو أنكوجين، والجروث انهيبيتينج جينز اللي هي تيومر سبريسيف جين، والجينات اللي بتبقى مسؤولة عن الابوبتوسيس، والجينات اللي بتبقى مسؤولة عن الدي ان اي ريبير. هناخد كل واحد بالتفصيل دلوقتي. اول نوع من الجينات هنتكلم عليه هو الجروث بروموتينج جين او البروتو أنكوجين. من اسمها كده بروتو يعني اولي، وانكوجين يعني جين بيعمل كانسر. ده الجين الاولي اللي بيعمل كانسر، هو موجود في الطبيعه واسمه كده. طيب ليه انا قلت عليه كده؟ لان ده لو حصل فيه ميوتيشن هو فعلا اللي هيبدا لي الكانسر. احنا بنقول هو نورمالي اكتف، نورمالي ان اكتف في الطبيعه ما بيكونش شغال، لكن لو حصل له اكتيفيشن هيعمل لي سيل بروليفريشن. الميوتيشن اللي لو حصلت فيه هتعمل لي تيومر بتكون نوع ستيميوليتري ميوتيشن، بتخليه يعمل اكسسيف اكسبريشن عنه ويخلي الخلايا تجروث بشكل غير طبيعي. الجين ده بيكون دوميننت، وبيكون الميوتيشن اللي بتحصل فيه بتكون اكوايرد ما بتبقاش انهيريديتري. والله احنا لو جينا نتكلم عن البروتو اونكوجين سي، فهي عباره مش عباره عن جين واحد، ده مجموعه من الجينات وكمان ليها انواع. طيب بالنسبه لانواعها، في عندنا أنكوجينز مسؤولة ان هي تعمل لي جروث فاكتورز، والجروث فاكتورز دي بالنسبة للخلايا زي الستيمولس اللي بتقولها اعملي لي جروث. وفي عندنا برضو أنكوجينز مسؤولة ان هي تعمل لي الريسبتورز اللي بتستقبل الجروث فاكتور دي. طب انا زودت الستيمولس، زودت الريسبتورز اللي بتستقبل الستيمولس، فانا بالتالي بخلي الخلية تاندر جو رابيد سيل جروث اند ان كنترولد مايتوزيس مثلا، وبالتالي هيليد تو التيومر بتاعي يتكون. في عندنا برضو ريجولاتوري بروتين زي السايكلين اند سايكلين ديبندنت كاينيزس، لو حصل فيها اي مشكله في الريجولاتوري بروتين دي فانها تخلي السيلز تفيفور اكتر ان يحصل لها سيل جروث. طيب في عندنا اونكوجينز مسؤوله عن السيجنال ترانسدكشن والترانسكريبشن فاكتورز. طيب يعني ايه سيجنال ترانسدكشن؟ في الاول احنا قلنا ان في ستيمولس اللي هي كانت الجروث فاكتور والريسبتورز اللي استقبلت للستيمولس دي اللي هي جروث فاكتور ريسبتور. طيب احنا كده استقبلنا ستيمولس، ازاي هننقلها بقى من المكان اللي احنا استقبلناه فيه للمكان اللي حصل لها فيه ترانسكريبشن؟ ده طريق عن طريق الترانسدكشن. الترانسدكشن جينز دي هتعمل لي بروتين اسمه جوانين نيوكليوتايد بايندينج بروتين، هينقل السيجنال دي من مكانها لحد المكان الترانسكريبشن فيه. طيب مين الجين المسؤول عن كده؟ مين الانكوجين المسؤول عن كده؟ اسمه الرس جين، هينقل لي السيفرال سيجنالز بتاعه الجروث فاكتورز للمكان بتاع الترانسكريبشن بتاعها. طيب متخيل معايا كده لو حصل فيه ستيميوليتري ميوتيشن ادت ان السيجنال ترانسدكشن بتاعي ده يزيد، فبالتالي انا اي جروث فاكتور هيجي يعمل لي سيجنال وهيجي يعمل لي ستيمولس انا هعمل له ترانسدكشن واوديه لمكان الترانسكريبشن فعلا، فبالتالي انا بخلي الخلايا برضه اندرجو هاي سيل جروث
او رابط في الجروس، وبالتالي التيومر بتاعي هيحصل. الترانسكريبشن فاكتور بروديوسينج اونكوجين، قلنا ان كل يعني زي اكيد زي ما قلنا وضحوا ان كل حاجه في الخلايا بتاعتي بتحصل تحت تاثير الجينات، مفيش حاجه بتحصل لوحدها كده. فالترانسكريبشن فاكتور بروديوسينج اونكوجين معناها الجينات هتطلع لي ترانسكريبشن فاكتور، دي بروتينات هتطلع تقول دي ان ايه ابدا اعمل لي ترانسكريبشن للسيجنال دي علشان نعمل الاستجابه بقى. فالمسؤول الجين الانكوجين المسؤول عن الترانسكريبشن بيكون MCYC جين، بيدي الامر للدي ان ايه بالنسخ للسيفرال جروث فاكتورز دي. طيب ايه اللي حصل له؟ قال والله حصل فيه حاجه غريبه جدا، نوع ميوتيشن اسمه ترانسلوكيشن ميوتيشن، يعني مكان اتنقل من مكان لمكان. السي ام واي سي مكانه الطبيعي على الكروموسوم رقم 80، بيستقبل بيعمل ترانسكريبشن للسيجنال اللي جايه. طيب ايه اللي حصل؟ حصل في الميوتيشن ترانسلوكيشن ده نقلت مكانه من مكانه الطبيعي لاي كروموسوم عليه جينات الاميونوجلوبولين بروتين. طيب انا لما مكانه اتنقل من الكروموسوم بتاعه الطبيعي اللي هو رقم 8 لاي كروموسوم عليه جينات الاميونوجلوبولين اللي هي بتكون 2 او 14 او 22، لقينا ان بيحصل في اكسسيف اكسبريشن للجين ده. طيب ده ترانسكريبشن فاكتور، ترانسكريبشن يعني هيزود الترانسكريبشن لحاجه معينه، فهو هيزود بالتالي المكان الجديد اللي هو راحه وحصل له فيه اكسسيف اكسبريشن هيزود الترانسكريبشن لمين؟ للجينات اللي هي بتاعه الاميونوجلوبولين. فانا بالتالي هزود الاميونوجلوبولين في الجسم، فبالتالي فعلا هعمل تيومر. طب نوع التيومر اللي هيبقى هنا اللي ممكن يكون هنا هيبقى ايه؟ هيبقى اللي هو الليمفوما، وده الاساس بتاع البريكت ليمفوما. وكده احنا نكون خلصنا انواع الانكوجين بشكل مبسط. دلوقتي هنتكلم على تاني نوع من الجينات بتحكمي في السيل بروليفريشن، هو التيومر سبريسور جين. في الخلايا الطبيعية الجينات دي هي مسؤولة عن الانهبيشن بتاع السيل بروليفريشن. طب انا ليه احب ان انا اعمل سيل، ان انا اوقف السيل بروليفريشن بتاعي؟ افرض ان السيل بتاعتي دي كان فيها ميوتيشن، سيل في اي حاجة غلط في السيل دي، هل اسمح لها ان هي تكمل الجروث بتاعها وتعمل لي تيومر بعدين؟ لا، دي وظيفة الجينات دي ان هي توقف الخلايا عند المرحلة دي وتقول لها لو سمحت خلاص كده، يا اما ان انا اصلح الميوتيشن دي عن طريق الدي ان اي ريبيرنج انزيمز والجينز، يا اما ان انا لو ما عرفتش اصلح ان انا انشط الابوبتوزس. لكن اهم حاجة ان مفيش خلية عندي تطلع بيضة. الجين ده بيكون ريسيسيف، ونوع الميوتيشن اللي هتحصل فيه هتكون يا اما اكوايرد يا اما انهبيتد. طيب النوع بقى استيميليتري او انهبيتري؟ لا، لو جينا نفكر بعقل التيومر برضو، لو احنا عايزين نعمل التيومر فانا عايز اوقف الحاجه اللي بتوقفني، هو مش التيومر سبريسور جين هو اللي واقف في وش التيومر دلوقتي وواقف في وش الرابد الجروث بتاع الخليه الغير طبيعيه دي، وعايز اعمل لها انهبيشن. فنوع الميوتيشن هتحصل فيه ايه علشان توقفه وما عادش يبقى موجود، فبالتالي السيل جروث براحتها هيبقى نوعها انهبيتوري ميوتيشن. انا بعد كده نتكلم عن التايبس بتاعته. في عندنا هو ال كده، عندنا في الاستاد الجاي ان شاء الله. بالنسبة لأنواعه، فإحنا عندنا الريتينوبلاستوما 1، وده عبارة يعني ده أول سيتوبلاستوجين إحنا اكتشفناه في الخلية، والبركة 1 والبركة 2. البركة 1 والبركة 2 دي اللي هي الجينات السيتوبلاستوجين لو حصل فيها ميوتيشن، انهبيتوري ميوتيشن، لقينا ان هي دي مسؤولة عن البريست كانسر والاوفريان كانسر والاي دي سي جين والدي تي سي، وفي عندنا ان اف 1، كل دي امثلة للتيومر سبريسور جين. بس لو جينا نتكلم عن اهم واحد في التي سبريسور جين هو البي 53، لان احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم بنقول عليه ان هو ده الجارديان بتاع الجينوم بتاعنا. لقينا ان لو حصل فيه انهبيتوري ميوتيشن او ميوتيشن ادت ان يحصل له ديليتيشن من الجينوم بتاعنا، ان 50% من الكانسر بتحصل بسبب غيابه او حصول ميوتيشن فيه. فبالتالي ده فعلا مهم جدا. طب هو ليه مهم كده؟ قال لي والله ببساطه هو بيعمل بلوك للسيل سايكل بتاعتي. احنا عارفين ان احنا واحنا بنعمل سيل سايكل في عندنا تشيك بوينت. طب ايه اللي خلاني اقف عند التشيك بوينت دي؟ ايه اللي خلى الخليه تقف هنا؟ هو البي 53. لا طب انا بعمل بقف ليه؟ انا بعمل تشيك بوينت بشوف اذا كان الدي ان ايه بتاعي كويس ان انا اكمل في السيل سايكل بتاعتي. السيل مش معاها كل البروتينات اللي لازمه ان انا اعمل ترانسكريبشن وكل البروتينات اللي الخليه محتاجاها موجوده. انا ببساطه بعمل تشيك بوينت على كل حاجه في الخليه. طيب
لو مفيش حاجة خلاص كمل عادي. طيب لو حصل فيه لقيت ان فيه مشكلة في الدي ان ايه؟ لا، الجين ده بيروح ينبه بشكل غير مباشر بروتين 21، يروح ينبه بروتين 21 ده يروح يشوف الدي ان ايه ريبيرنج انزيم تيجي تصلح لي المكان اللي فيه عطل في الدي ان ايه. طب هو اي حاجة هيصلحها؟ لا، لو الدي ان ايه الدمج بتاعي كان مايلد كانت حاجة بسيطة تقدر تتصلح ماشي. طب لو كان سيفير دامج، لا خلاص انا ابدأ انشط بشكل دايركتري الجينات المسؤولة عن الابوبتوزس واعمل ابوبتوزس للخلايا دي احسن من ان هي تجروس وتعمل لي خلايا غير طبيعية وتبدأ تعمل لي تيومر. احنا كده خلصنا التيومر سوبرسوجين. لسه في عندنا من السيل من الجينات المسؤولة عن السيل بروليفريشن، الجينات المسؤولة عن الابوبتوزس والجينات المسؤولة عن الدي ان اي ريبير. في الجينات المسؤولة عن الابوبتوزس في عندي جينات بتنشيت الابوبتوزس وفي عندي جينات بتنهبت الابوبتوزس وبنسميها انتي ابوبتوتيك جين. طب انا عايز اعمل تيومر في السيل دي اعمل ايه؟ في الانتي ابوبتوتيك جين يعني الجينات اللي بتمنع الابوبتوزس عملنا فيها ميوتيشن ستيمولاتوري ميوتيشن، فانا بالتالي مش هعرف اعمل ابوبتوزس للخلية اللي بايظ دي، فبالتالي الخلايا اللي بايظه هتبدا ان هي تكبر في الحجم ومفيش حاجه عارفه توقفها، فبالتالي يحصل عندي التيومر زي ما الاستيميليشن او الميوتيشن اللي بتحصل في الدي سي ال 2. طيب بالنسبه للدي ان اي ريبيرنج جينز، دي الدي ان اي زي ما عايزين نقول الدي ان هتحصل عندي، اي ميوتيشن هتحصل عندي في الدي ان اي، دي ان اي ريبيرنج جينز دي تيجي تصلحها، ممكن تعرف تصلحها ممكن ما تعرفش. طب لو ما عرفتش نشط الابوبتوزس ايه ده؟ وبكده نكون احنا خلصنا الجينات المسؤولة عن السيل بروليفريشن. تاني خطوة معانا في عملية الانكوجينيسيس كانت البروموشن. طب يعني ايه البروموشن؟ ازاي الخلايا بتاعتي من ان هي خلايا صغيرة انها مات وكبرت في الحجم لحد ما عملت لي تيومر بالماس بتاعته اللي عبارة عن مليون خلايا. احنا لو جينا نبص هنلاقي الميوتيشن بتاعتي لو حصلت تبقى حصلت في خليتين ثلاثة، عدد قليل جدا من الخلايا، مش كل التيومر اللي احنا شايفينه دلوقتي كله ميوتيتد سيلز، لا. طب ايه اللي حصل؟ ان الخليه الواحده او الاثنين اللي حصل فيهم ميوتيشن حصل لهم كلونال اكسبانشن، يعني مونو كلونال اكسبانشن. يعني ايه مونو كلونال اكسبانشن؟ يعني ازاي الخليه الواحده دي او الخليه الواحده دي بقت عملت لكل المستعمرات دي عن طريق اللي هو السيل جروث وعن طريق انها انكسرت بشكل كبير. فهو ده معنى البروموشن، اللي هي ازاي التيومر بتاعي نمى، سواء كان بقى ده اعتمد على التايم بتاعه او السرعه بتاعته في ان هو يعمل دبلنج وان هو يكبر، او اعتمد على ان اخد المغذيات بتاعته منين واخد الحاجات اللي هيخليه يكبر منين. فلو جينا نبص ان احنا قسمناهم على حاجتين اللي هي intrinsic factor والhost factor. intrinsic factor يعني بيقول لي الوقت اللي اخده التيومر علشان يكبر كده اعتمد على ايه؟ قال لي اعتمد على الدبلنج تايم بتاع الخليه ذات نفسها اللي هو بتاع الكانسر سيلز. فبيقول ان احنا جينا لما جينا نشوف الدبلنج تايم بتاعها لقينا ان هو زي التايم بتاع النورمال سيل اللي هو بتاع التايم اللي بتاخده السيل العاديه ان هي تبقى تو سيل، لكن في بعض التيومر ممكن نلاقيه اسرع وفي بعض التيومر التانيه ممكن نلاقيه ابطا على حسب بقى. الجروث فراكشن، الجروث فراكشن لقينا ان هو مش كل السيلز بتاعت التيومر مثلا عندي دي بيحصل لها جروث، لا ده في نسبه بيحصل لهم جروث والنسبه التانيه قاعده ما بتعملش حاجه. فلقينا في اكتر نسبة growth fraction لقيناها كانت 20% بس. طيب growth fraction ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ هو بيخلي المعدل بتاع التيومر ان هو يكبر بسرعة كبير وبيكتر لي في التيومر، لكن ده حاجة مفيدة للجسم بتاعنا، بيخلي التيومر اكتر عرضة ان الانتي كانسرس ايجنت اللي موجودة في الجسم تتعرف عليه. الجهاز المناعي بتاعنا ماشي في الجسم على طول بيعمل دوريات وبعمل تشيك على كل التيشوز، فلما يلاقي sudden rapid cell growth في منطقة معينة بشكل بقى غريب فهو يبدأ يقول ان في حاجة غلط هنا، فيعرف ان في تيومر، فبالتالي نبدأ نتعامل مع التيومر، المناعة تبدأ تتعامل مع التيومر ده. لكن نخاف من ايه؟ نخاف من لما يكون في التيومر بتاع الجروث فراكشن بتاعته قليلة بينمو بشكل بطيء جدا بعيد عن عيون الجهاز المناعي بتاعي، وبالتالي ما بعرفش اشوفه الا في مراحل متاخره يكون هو فعلا اتمكن من التيشو بتاعه وعمل فيه انفيجن. السيل برودكشن تو سيل ديث ريشيو، عندنا فيه سيل بتطلع جديد وفي سيل بتموت. لو كان بقى معدل السيل اللي بتطلع اكتر من معدل السيلز اللي بتموت فبالتالي التيومر ده يحصل له بروموشن. كده احنا خلصنا الانترينسي فاكتورز بتاعه البروموشن. ندخل بقى على الهوست فاكتور.
حاجات بتحصل من الهوست نفسه. هل انا ممكن اساعد التيومر في ان هو يعمل يزيد عدائيه في جسمي وان هو يكبر واساعده على النمو؟ طب ازاي التيومر بيطلع التيومر سيلز بتطلع لي فايبروبلاست جروث فاكتور، واذا وجد الفايبروبلاست هتعمل لي فايبروس تيشو، بالتالي هنبدا نعمل بلاد فيسلز جديده. طب ليه؟ قال يا سيدي التيومر ده عزيز النفس شويه. ازاي؟ ان هو لو حجمه كبر عن 2 ملي متر، ال 2 ملي متر ده يقول لك خلاص انا عايز بلاد فيسلز ليا لوحدي، عايز نيوترينتس ليا لوحدي. كون ان يجي لي نيوترينتس زي باقي السيلز اللي معايا في التيشو ده مش نافعاني، فيبدا نعمل له بلاد فيسلز جديده عن طريق عمليه الانجيوجينيسيس. بيبقى ده محفز عن طريق الفايبروبلاست جروث فاكتور والتيومر نيكروزيس فاكتور وشوية فاكتورز كتيرة سواء من الجسم او سواء من التيومر نفسه. وكده احنا نكون خلصنا عملية البروموشن. اخر خطوة معانا في الانكوجينيسيس هي البروجريشن اند هيتيروجينيتي. البروجريشن معناها ان ازاي التيومر بتاعي بقى عدائي وقدر يعمل انفيجن في التيشو، يعمل في انفيجن اكتر، وان هو بقى عدائي للجهاز المناعي بتاعي، ما عادش حاجة عارفة تأثر فيه. الكانسر سيل بقت مور باورفول، وان هو قد ايه كان في تيشو تاني ممكن يروح فكان في تيشو ممكن يروح لاي تيشو تاني. طيب الهيتيروجينيتي يعني ايه؟ التيومر ماس بتاعتي دي مش السيلز بتاعتها مش زي بعض، وده due to ان التيومر سبريسر جين والدي ان اي ريبيرنج جين ما عادتش تشتغل، فكل خلية عادة اللي عايز يعمل حاجة بيبدأ يعملها اي ميوتيشن بشكل غريب جدا وبشكل سريع بتحصل في السيل ماس دي. فكل خلية بقت ليها شكل لوحدها وليها يا اما المورفولوجيكال فيتشرز بتاعتها اختلفت، يا اما اختلفت في المورفولوجيكال فيتشرز، يا اما اختلفت في الجينوتايبس بتاعتها. ده باختصار عن البروجريشن والهيتيروجينيتي. احنا بكده نكون خلصنا الانكوجينيسيس، بس عايزين نعمل اوفر فيو عليها علشان ناكد الفهم. احنا عندنا بادئين المخاطب بنورمال سيل. طالما انا عندي نورمال سيل فالميوتيشن اللي هتحصل عندي هتبقى اكوايرد، لان انا مولود بخلايا طبيعيه اهو. اي ميوتيشن بقى سواء كان سببها كيميكالز او رادياشن او فيروسز. طيب حصل لي دي ان اي دامج، طيب هل انا كده خلاص بقى عندي تيومر؟ لا. فاحنا لو عرفنا نصلح الدي ان اي دامج ده بالدي ان اي جينز ريبيرنج جينز والدي ان اي ريبيرنج انزيم، فخلاص احنا هنرجع تاني نورمال سيل ونكمل السيل سايكل بتاعتنا ونكمل حياتنا طبيعي. طيب لو الدي ان اي دامج ده ما عرفناش ان احنا نصلحه، طب ده بسبب ايه؟ ما عرفناش نصلحه بايه؟ ليه؟ حصل مثلا ميوتيشن في الدي ان اي ريبيرنج جين نفسها، فانا مثلا هيحصل لي نوع الميوتيشن اللي هتخليني الدنيا تقف عندي ايه؟ انا مثلا حصل لي ميوتيشن في البروتو اونكوجين حولته الاونكوجين بقى وبدانا الكانسر، هل انا كده خلاص؟ لا، لسه في امل ان التي سبريسر جين تشتغل وتوقف لي الخليه، توقف الخليه لحد ما الدي ان اي ريبيرنج انزيم تشتغل. طب ما فيش دي ان اي ريبيرنج انزيم، خلاص التي سبريسر جين هتحفز لي الابوبتوزس ان هو يموت لي الخليه دي خالص. فشوف احنا عندنا كذا ستيب في نفس الانيشيشن علشان بنحاول بقدر الامكان ان ما نخليش الخليه تتطور للتيومر. طيب للاسف كل ده ما عرفناش نصلحه وكل الجينات دي بتاعتي بايظه، فنبدا بقى ان احنا خلاص كده خلصنا عمليه الانيشيشن بتاعه الانكوجينيسيس وندخل في البروموشن، والتيومر بتاعه يحصل له بروموشن ويكبر في الحجم، وبعدين يحصل له بروجريشن ويعمل له انفيجن في التيشو وهيتيروجينيتي، وبالاسف الاخر كده احنا كوننا التيومر بتاعنا. التيومر مورفولوجي. قبل ما نتكلم عن التيومر مورفولوجي لازم نعرف الاول التقسيمه العامه بتاعه التيومر. احنا عارفين ان التيومر بيتقسم الى بيناين وماليجنان. طيب بالنسبه للبيناين، البيناين بنقسمها الى ايبيثيليال وكونكتيف. طيب بالنسبه للايبيثيليال بنقسمها الى سيرفيس وجلاندولار. نبتدي باول حاجه اللي هو السيرفيس ايبيثيليال تيومر. السيرفيس ايبيثيليال تيومر او باب اللومه دي بيكون لها جروس بيكتشر ومايكروسكوبي. بالنسبه للجروس بيكتشر دي بتكون عباره عن بروجكشن في السيرفيس، يا اما بتكون سيمبل او برانشد. طب بالنسبه للمايكروسكوبيك، المايكروسكوبيك احنا بنقسمها الى حاجتين، كور وكبر. يعني ايه كور ويعني ايه كبر؟ بالنسبه للكور
بالنسبه للكور، الكور دوت بيكون عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو من البلاد فيزل والنيرف. طب يعني ايه الكفر؟ الكفر من اسمه عباره عن كفر من السيرفيس ابيثيليا بيغطي التيومر، ودوت بيختلف الاسم بتاعه من مكان لمكان حسب وجوده في الجسم. بمعنى يعني مثلا سكويماس سيل بابيلوما، السكويماس يعني نوع الابيثيليال، الكفر بتاع الابيثيليال ايه؟ سكويماس. وده اشهر مكان موجود له فين؟ بيكون موجود في السكن واللارينكس. طب بالنسبه للترانزيشنال سيل بابيلوما دوت برضو نوع الكفر بيكون ايه؟ ترانزيشنال سيل، وبيكون اشهر مكان فين؟ في اليورينري بلادر. طب نخش على تاني حاجة اللي هو الجلاندلر ابيثيليال تيوم او ادينوما. بالنسبة للجروس بيكتشر بتاعه بيكون عبارة عن ويل ديفايند كابسيوليتد راوندد اور اوفال، والسايز بيعتمد على الديوريشن. يعني ايه السايز بيعتمد على الديوريشن؟ احنا لو بصينا في الصورة اللي موجودة في السلايد ده هنلاقي ان التيومر حجمه بيكبر بمرور الزمن لحد ما تحول الى ماليجنا. طب نخش على تاني حاجة اللي هو الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع الأدينوما. احنا بنقسمها الى ثلاث حاجات: سيمبل، فايبرو أدينوما، سيست أدينوما. نبتدي بأول حاجة اللي هو السيمبل. السيمبل دوت نعرف أشهر مكان له موجود فين؟ في الثيرويد جلاند، ودوت بيكون كابسيوليتد. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعة من الأسيناي متجمعة مع بعض زي ما موجودة في الصورة اللي تحتها كده بالظبط. طيب نخش على تاني نوع اللي هو الفايبرو أدينوما. أشهر مكان له فين؟ موجود في البريست، واحنا بنسميه ميكسد تيومر. يعني ايه ميكسد تيومر؟ يعني زي ما من اسمه بيكون من حاجتين، فايبرس الفايبرس اللي هو ده عباره عن كونكتيف تيشو، والجلاندلر اللي هو ابيثيليال. طب واحد يسال دلوقتي سؤال ويقول طب ليه احنا حاطينه في تقسيمه الابيثيليال؟ لانه لا قدر الله لو التيومر دوت اتحول الى مالجنان بيكون عن طريق الجلاندلر، ما بيكونش عن طريق الفايبرس. طب هو ممكن نقسمه الى تقسيمه بسيطه تانية تحت الفايبرز دي، بنقسمه الى بري كاناليكيولاي وانترا كاناليكيولاي. يعني ايه بري كاناليكيولاي ويعني ايه انترا كاناليكيولاي؟ لو بصينا في الصوره اللي تحت هنلاقي ان الاسيناي بوتنت بتكون ظاهره خالص، ودوت بيكون عباره عن البري كاناليكيولاي. اما لما بتكون مضغوطه بسبب الفايبرز دوت بنسميها انترا كاناليكيولاي. طب نخش على ثالث نوع من انواع الجلاندولار ابيثيليال تيومر اللي هو السيست ادينوم، واشهر مكان له بيكون فين؟ بيكون في الاوفري، وفورمد اوف فايبرس وول والسيست. نخش على تاني نوع من انواع البيناين اللي هو الكونكتيف. هنتكلم فيه عن اربع نقط اللي هو الاديبوس تيشو او الليبوما، والفايبرس تيشو او الفايبروما، سموث ماسل اللي هو الليوميوما، والكارتليج الكوندروم. نبتدي بأول حاجة اللي هو الفايبرس تيشو اللايبوم، بيكون عبارة عن كابسيوليتد سوفت يلوش. بالنسبة للفايبرس تيشو أو الفايبروما دي بيكون ماس كابسيوليتد راوندد سوفت أور هارد. السوفت أور هارد دول بتعتمد على نسبة الكولاجين لنسبة الفايبر. المصل او الليوميوما دي بتكون راوندد فين؟ سيرد باي كومبرايزد ماسل فايبر، وبتكون وايرلي. يعني ايه وايرلي؟ من اسمها اللي هي بتكون عباره عن حلقات. لو بصينا في الصوره اللي على الشمال هنلاقيها واضحه قوي. طيب بالنسبه لرابع نوع اللي هو الكارتليج او الكوندروم، دي بيكون عباره عن ماس كابسيوليتد فير. كده احنا خلصنا خالص البيناين. نخش الوقت على المالجنانت تيومر اللي بنقسمها الى ابيثيليال وكونكتيف. طيب الابيثيليال او الكارسينوما ديت بتكون على هيئه اربع اشكال: فانجيتنج ماس، مالجنانت السر، انيولار ماس، هارد انفلتريتنج ماس. طيب نبدا نوضح واحده واحده. فانجيتنج ماس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتله فطريه بتظهر في الجلد كده زي ما الصوره موضحاها كده. طيب بالنسبه للمالجنانت السر، المالجنانت ألسر بتكون عبارة عن ألسر موجودة بالجلد. طب الأنيولار ماس ده نوع خاص بال إيه؟ ده نوع خاص باليومن أورجان. يعني إيه اليومن أورجان؟ اللي هو الأورجان اللي بيكون عبارة عن قنوات زي الكولون. الهارد انفلتريتنج ماس، الهارد انفلتريتنج ماس دوت نوع خاص بالسوليد أورجان زي الليفر وزي البنكرياس.
وبيكون في الهيموريدج والنيكروزيس بتكون اقل من الساركوما. طيب بالنسبة للكونكتيف دلوقتي، كونكتيف مالجنانت تيومر او الساركوما بتكون عبارة عن سوفت فليشي ماس، وبيكون نسبة الهيموريدج والنيكروزيس اكبر.